الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم جديد في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الأربعاء الموافق 8 فبراير. وطبعا تاريخ 8 فبراير هو تاريخ مميز النهاردة أو السنة دي تحديدا عند المصريين، لأن النهاردة المباراة المنتظرة ما بين المواجهة القوية ما بين الفريقين الأكثر تتويجا الألقاب القارية، بنتكلم على بطلي أوروبا وإفريقيا على مستوى العالم، النادي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في نص نهائي كأس العالم للأندية في المباراة اللي بتقام في المغرب الشقيقة. الحقيقة يعني احنا بنفتخر ان عندنا فريق مصري بيوصل للبطولات المهمة اللي زي دي وبيحقق فيها نتائج مشرفة، واحنا منتظرين النهاردة يفرحنا النادي الاهلي ويقدم ماتش حلو يليق مش بس يعني باسم النادي الاهلي، لا يليق بالكرة المصرية ويليق باسم كل المصريين. يعني صحيح عبد الصمد، والجميع منتظر ماتش النهاردة والكل عنده حالة من الحماس الشديد، والحقيقة انه يعني الماتش ده لوحده بطولة، والوصول لان احنا نقابل النادي الملكي ريال مدريد ده بطولة لوحده بعيدا عن بطولة كاس العالم للأندية. بالتأكيد الماتش صعب، لكن كمان مفيش حاجة مستحيلة في الكورة، والحسابات دايما أحيانا يعني ما تكونش منصفة بشكل كبير في الكورة. وخلينا نتكلم انه يعني نرجع كده بالتاريخ شوية، ونادي الأهلي عمل ايه في 2001، وكلام مانويل جوزيه للعيبة في 2001، وانه ساعتها كان بيقول لهم احنا ممكن نقابل ريال مدريد 100 مرة نغلبهم فيهم مرة، ليه ما تكونش المرة دي؟ وحصل فعلا في 2001 والنادي الأهلي غلب ريال مدريد. المهم كمان ان النهاردة الأداء يكون مشرف، يكون يليق باسم النادي الأهلي، نادي القرن. الحقيقة انه الجماهير مستنية من النادي ومن اللعيبة أداء مشرف، ويمكن أثناء الميران شفنا صور اللعيبة وشفنا قد إيه هم متحمسين، ومسألة كمان التشجيع اللي حاصلة في المغرب من الجمهور المغربي شيء غاية في الروعة الحقيقة، ومبهج جدا جدا. الصور اللي بنشوفها للجماهير اللي كانت موجودة في طنجة ودلوقتي في الرباط شيء مبهج، ويشجع النادي الأهلي أنه يعمل أداء كبير جدا مشرف لمصر. مش بس كده يا دير، يمكن أنت ذكرتي تحديدا مباراة 2001، المباراة دي كانت مباراة مهمة جدا، وزي ما قلتي أن كان يعني ساعتها في حماس عند النادي الأهلي، رغم أن هي مباراة ما كانتش مباراة رسمية، كانت مباراة ودية، لكن قدر النادي الأهلي فعلا اللي هو يفوز وقتها على الفريق الأسطوري ريال مدريد، اللي كان في الوقت ده تحديدا بيضم أساطير الكرة في العالم من يعني كل القارات تحديدا. بنتكلم على لويس فيجو، بنتكلم على زين الدين زيدان، روبرتو كارلوس، ميكاليلي، وجيرمي وراؤول، يعني وغيرهم من أسامي كبير كانت موجودة. إن شاء الله النهاردة الشناوي ورفاقه يعيدوا مرة تانية يعني هذا الإنجاز وهذا المجد مرة تانية. يمكن لو هنتكلم على عناوين الصحف اللي موجودة أو بتتصدر، يمكن هنلاقي كل الصحف تحديدا بتتصدر يعني هذه المباراة، مباراة ريال مدريد والأهلي. ويمكن كان العنوان اللي لفت نظري جدا قالك ريال مدريد والأهلي المباراة التي يخشاها أنشيلوتي. احنا دلوقتي بنشوف الجون اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه في 2001، والمباراه ما بين ريال مدريد والاهلي وفاز فيها الاهلي. ومهم جدا ان احنا يعني نبتدي اليوم كده بال يعني الشكل الايجابي، الشكل الحلو ده. احنا مش مستنيين، طبعا مستنيين الفوز وطبعا مستنيين اداء كبير، لكن هي الفكره ان احنا وصلنا النهارده انه جريده ماركا الاسبانيه تبقى بتتكلم عن النادي الاهلي، قناه ريال مدريد بتتكلم على النادي الاهلي، الحديث الكبير في وسائل الاعلام عن النادي الاهلي، كل ده فوز كبير
لمصر وللرياضة المصرية. ده مهم صحيح. جدا جدا ان احنا نشوف الحالة الإيجابية اللي حاصلة، ويعني كمان الحالة اللي حاصلة في المغرب. واحنا النهارده بنتكلم ان المباراة هتكون على ملعب الأمير مولاي عبد الله، والجماهير يعني في حالة كده من الحماس الشديد، في كمان اهتمام إعلامي كبير جدا حاصل سواء دولي أو كمان عربي، وتغطية واسعة لكل ما يخص المباراة دي. لسه كنت بقول لحضراتكم عن صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة اللي قالت إنه هيكون في 11 محارب مصري في انتظار ريال مدريد الملكي، وإنه النادي الأهلي علامة بارزة في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، وإنه النادي الأكثر عدد مشاركة كمباريات، بنتكلم في 20 مباراة في 8 مشاركات للنادي الأهلي، وإنه ده مش غريب على الأهلي ملك أفريقيا المتوج ب10 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا. صحيح هدير، يمكن كمان لو هنتكلم على فكرة مشاركة الجمهور، ويمكن نتكلم أنشيلوتي تحديدا على دي، وقال في المؤتمر الصحفي، بالمناسبة المؤتمر الصحفي اللي فيه غياب لستة من النجوم البارزين في ريال مدريد تحديدا، ويمكن دي حاجة في صفنا كنادي أهلي تحديدا. وفي نفس الوقت الجمهور برضو، لأن انت واخدة كل دعم الجمهور المغربي تحديدا رغم شعبية نادي ريال مدريد، فيمكن دي حاجة من الحاجات الكتيرة اللي يعني بتحسب أو عوامل من عامل من عوامل النجاح اللي موجودة. كمان امبارح شفنا وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم حاضرين في مران يعني الأهلي الأخير قبل المباراة، وتابعنا تصريحات أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي اللي قال إن الأهلي فريق عظيم وليه تاريخ كبير، علشان كده إحنا بنحترمه بشكل كبير جدا. كل ده بالتأكيد هيكون حافز كبير للعيبة النادي الأهلي النهاردة إن هم يقدموا أفضل ما عندهم. المباراة دي فيها يعني أو في حد ذاتها بطولة، وإن شاء الله يعني اللي احنا نستمتع النهاردة بأداء قوي، بحماس كمان موجود عند المشجعين. كلنا بنقول يا رب إن شاء الله الأهلي يحسم هذه المباراة، لأن دي هتكون أول مباراة يتأهل فيها رغم مشاركته 8 مباريات، لكن 5 بس وصل فيها النص النهائي، لكن ما تأهلش للدور. احنا احتمال كمان نكون بنتكلم عن قمة عربية بعد نهائي عربي بعد صحيح. فوز الأهلي النهاردة على ريال مدريد. مهم جدا ان احنا ننتظر الاداء القوي من النادي الاهلي زي ما عودنا، مهم جدا ان احنا نشجع بكل حماس ونستمتع بالمباراه النهارده. ربنا ان شاء الله يفرح مصر والمصريين النهارده بفوز النادي الاهلي وبالاداء القوي امام ريال مدريد. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مره تانية في صباح الخير يا مصر، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا منى الشرقاوي ونعرف منها اخر اخبار المرور في المحافظات. صباح الخير يا منى. صباح الخير عليك يا عبد الصمد، صباح الخير عليك يا هدير، صباح الخير عليك عليكم. النهارده كلنا قاعدين مستنيين مباراه الاهلي وريال مدريد. 18 فوز حصلوا للاهلي مع كولر في 22 مباراه في الفتره اللي فاتت، اللي يمنع ان النهارده يبقى 19. ده اللي ان شاء الله بنتمناه، وده اللي ان شاء الله هنشوفه لما الأهلي لاعب ريال مدريد قبل كده وقت الاحتفال بالمئوية، عملنا المفاجأة وقدرنا نجيب جون. ما نعرفش، يمكن النهاردة إن شاء الله يقدر نعمل نفس الحكاية، مش جون واحد ويمكن أكتر كمان. زي ما بنقول دايما الكرة إجوان، ودايما بنقول الكرة في الملعب، طول ما اللي واقفين في الملعب رجالة وقادرين إن شاء الله يأدوا اللي عليهم أكيد الوضع مختلف. وشفنا مع بعض في كاس العالم نفسه قد إيه كان فيه مفاجآت كتير، كلها بدءا من مفاجآت السعودية ومرورا بقى بكل المنتخبات العربية اللي لعبت بعدها. فإن شاء الله ندعي كده ونقول يا رب، ونتمنى الفوز للأهلي النهاردة. ودلوقتي خلينا نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي مع بعض جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا كوبري أكتوبر. احنا شايفين قدامنا كوبري أكتوبر في كثافات مرورية بسيطة خالص، مش بتأثر على معدل الحركة، ولغاية ما بنوصل لرمسيس. أول ما بنوصل لرمسيس هنلاقي بعدها سيولة هتكمل معانا لغاية نزلة غمرة، والسيولة دي هتكمل معانا لغاية نهاية كوبري أكتوبر. لو بصينا عند شارع رمسيس هنلاقي كثافات بسيطة ومش هتكون مؤثرة أبدا بامتداد الشارع، والسيولة دي هتكمل معانا لغاية طريق النصر. لو جينا هنا بصينا عند كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين هنلاقي عندنا كثافات مرورية، وده طبعا ناتج عن التحويلات اللي موجودة وبعض أعمال توسعة الكوبري وربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، وإحنا عارفين ده بقالنا فترة. لكن الاتجاه الآخر هنلاقي اللي جاي من ميدان لبنان مفيهوش أي مشاكل وفيه سيولة مرورية.
لو جينا هنا عند الكورنيش ومن عند المظلات لوسط البلد هنلاقي كثافة مرورية هتكون بسيطة احنا متعودين عليها كل يوم، هتقل مع ساعات الذروة الصباحية. ولو بصينا عند شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري اكتوبر بيشهد هنشوف سهولة مرورية لغاية ما بنوصل لمنطقة الزاوية الحمراء. متوقع طبعا ان احنا نلاقي بعض الكثافات عند منطقة الويلي ولغاية ما بنوصل لكوبري الساحل والأميرية، وده المعتاد في مثل هذا التوقيت كل يوم. لو بصينا بقى هنا عند أعلى الأوتوستراد هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، ومطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين انه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. خلينا نكمل جولتنا ونروح الجيزة ونشوف شوارع الجيزة. احنا شايفين شارع الهرم ومتعودين ان هو في الوقت ده بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع. الكثافات دي هتزيد مع ساعات الذروة. ولو كملنا في باقي شارع الهرم الرئيسي احنا عارفين ان في برضو تباطؤ في السيارات بسبب غلق الطريق وفي تقاطعات عند المريوطية ومنطقة القوات المسلحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. كل ده احنا عارفين ان فيه كثافات هتظهر برضو عند منطقة مشعل وكثافات من عند شارع العشرين ولغاية الطلبية، وبرضو كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وده المعتاد في هذه التوقيتات بقالنا فترة لغاية ما الأعمال الإنشائية والأعمال الإصلاحية تخلص. خلينا بقى نبص عند شارع فيصل، هنا هنلاقي كثافات مرورية برضو هتفضل مكملة من أول محطة المريوطية وهتكمل لغاية كوبري فيصل وهتكمل معانا برضو لغاية شارع السودان وجامعة القاهرة وميدان النهضة لغاية ما بنوصل لمنطقة بولاق وإمبابة. لو بصينا عند محور صفط اللبن في كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. احنا عارفين وبنعيد التأكيد على ان الطريق الدائري للي جاي من اكتوبر والاتجاه فيه اجباري لنفق حازم حسن. من عند نفق حازم حسن تتجه قدامك عندك محور 26 يوليو او تاخد طريق رود الفرج. ولو سبناهم الاثنين ورحنا بقى عند ميدان سفينكس هنلاقي هنا الميدان تم فتحه تجريبيا للمتجه لعرابي، لكن عمليات توسعه كوبري 15 مايو طبعا لسه ما زالت مستمره وهتسبب كثافات مروريه. عايزين ناكد ان في بعض التحويلات اللي هتبتدي النهارده على محور 26 يوليو وده بسبب اعمال التطوير اللي موجوده في المحور. نتجه دلوقتي ونشوف محافظة الإسكندرية، احنا عارفين ان برضو بنلاقي بعض الكثافات البسيطة في بعض المناطق. نبتدي من عند كوبري ستانلي هنلاقي كثافات متقطعة عند الإشارات في طول الكورنيش، اما باقي الشوارع الجانبية مش هيبقى فيها اي مشاكل وهنلاقي فيها سيولة مرورية. اما شارع جبال عبد الناصر احنا لاقيين فيه كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، وبرضو نفس الامر في شارع عبد السلام عارف اللي احنا شايفين فيه كثافات مرورية، لكن الكثافات دي احنا شايفينها متحركة ومش بتأثر أبداً على السيولة المرورية. نكمل جولتنا ونروح لأسوان ونتابع مع بعض الحالة المرورية هناك، ونبتدي من عند شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية معانا طول الطريق وشايفين بعض الكثافات البسيطة جدا لغاية ما بنوصل لمحطة القطار. احنا عارفين ان الطريق عادة عند محطة القطار بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي برضو هنلاقيها عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي. هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية اللي مش هتكون مؤثرة أبدا على سير المرور. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة اللي هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون في فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وهنلاقي كمان أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وهنلاقي فيه فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. متوقع أن يكون فيه نشاط للرياح ممكن يزود الإحساس ببرودة الجو النهاردة. درجة الحرارة في القاهرة 16 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 22 درجة، والأقل هتكون في كاترين 10 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.
هنبدا مع حضراتكم يومنا بمجموعه من الاخبار والموضوعات اللي بتاكيد تهم حضراتكم. خلونا نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها انه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصال هاتفي بكل من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار الاسد، وتقدم سيادته بالتعازي والمواساه في ضحايا الزلزال وتقديم المساعده والاغاثه الانسانيه لتجاوز اثار هذه الكارثه. يعني خالص التعازي لأسر الضحايا بالتأكيد، يعني والله يكون في عون الجميع. لكن كمان امبارح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال أنه بيتم صياغة برنامج واضح، وده لدعم وتحفيز الصادرات المصرية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقدم الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع اللي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى. وأكد الرئيس تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز أثار هذه الكارثة. كمان امبارح الرئيس أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأعرب سيادته عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر اللي وقع بالأمس والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكد أيضاً الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، وأشار إلى توجيهات بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد لسوريا. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم وعرض أنشطتها الدعوية والمجتمعية. ووجه سيادته بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً، وده في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زوران ميلانوفيتش رئيس كرواتيا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأشاد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر في المحافل الدولية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وأكد رئيس الوزراء على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية ومناقشة الإجراءات والخطوات اللي من شأنها زيادة حجم الصادرات والوصول لتصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم. امبارح برضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع عدد من مشروعات القوانين اللي بتتضمن تأثيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي، وقال مدبولي إن هدف الحكومة في هذه المرحلة بيتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إجراءات التعديلات التشريعية المحفزة للشركات من أجل توطين صناعتها في السوق المصرية. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع مخططات الجزء الغربي من الشريط الساحلي بمدينة العلمين الجديدة، وأكد مدبولي إن المخطط اللي تم استعراضه حول تنمية الجزء الساحلي الغربي يهدف إلى أن يصبح هذا الجزء مقصد سياحي عالمي مستدام ونابض بالحياة على مدار العام. خلينا نروح لأخبار المحافظات، لأن معنا مجموعة من الأخبار والأحداث والموضوعات الهامة في كل محافظات الجمهورية المختلفة، اللي ممكن منها إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية في محافظة الوادي الجديد تحديدا. كمان هيكون عندنا في المنوفية يا أحمد تسليم 150 عقد لمشروعات التمكين الاقتصادي في عدد من قرى المنوفية، وتدريب للعاملين بشمال سيناء على تكنولوجيا التحول الرقمي. أخبار تانية نعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي بيتم فيها إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بخطوط كابلات أرضية بمركز باريس بتكلفة 13 مليون جنيه، وده حرصاً على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المحتملة للخطوط الهوائية وضمان جودة وانتظام خدمات الكهرباء. في المنوفية تم تسليم بعض عقود مشروعات التمكين الاقتصادي قرية بلا فقر، وعدد المشروعات وصل ل 150 مشروع بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
في كفر الشيخ انطلقت بالصالة المغطاة فعاليات بطولة محافظة كفر الشيخ التنشيطية للكاراتيه بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة بيتنافسوا في مسابقتي كاتا وكوميتي لأعمار سنية تتراوح ما بين 5 سنين لحد 18 سنة، وبيمثلوا أندية ومراكز شباب كفر الشيخ. في سوهاج تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة أخميم بجوار مجلس المدينة، واللي بيوفر السلع اللازمة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بتقل عن مثيلتها بالسوق بنسبة تصل ل 20%. في الشرقية تم طرح 10 أطنان رز لبيعها للمواطنين بسعر 15 جنيه للكيلو الواحد، وده بمعرض أهلاً رمضان المقام بمدينة أبو حماد. في مطروح أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي إنها بدأت من الآن تجهيز وتعبئة كراتين رمضان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافي على أهالي القرى الأكثر احتياجاً. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الرحمانية بمركز ميت غمر، وتم توقيع الكشف الطبي على 1959 مواطن وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان. في شمال سيناء بيتم تدريب العاملين بالمحافظة على تكنولوجيا التحول الرقمي لبدء دخول المحافظة في تلك المنظومة وانتهاء التعامل الورقي بجميع الخدمات الحكومية اللي بتقدمها المحافظة للمواطن السيناوي. يمكن زي ما تابعنا في جولة المحافظات، يمكن القاسم المشترك فيها كلها هو معرض أهلاً رمضان والاستعداد لشهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم يعني صحة وسلامة وبخير يا رب دايماً. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع ونكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. انتظروا. لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم النهارده، ودلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله نتابعها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمركز الطفل للحضارة والإبداع هيطلق مهرجان الفنون والحرف التراثية في دورته الثامنة، واللي بيهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثي المصري وأهميته في تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وكمان تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية. النهاردة جامعة حلوان هتعقد المؤتمر الدولي الأول لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي. البرنامج ده بيتم بالتعاون بين جامعة لودفيغسبرغ للتعليم في ألمانيا وجامعة حلوان، وبيستهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات في مجال إدارة التعليم الدولي، وكمان بيمكن المشاركين من وضع الاستراتيجيات وكذلك تطبيق معايير الجودة وتبني الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة. النهاردة فريق النادي الأهلي هيواجه نادي ريال مدريد الأسباني على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، وده هيكون الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض حالة الطقس ونشوف هيئة الأرصاد اللي بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والجو كمان هيكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد ولغاية القاهرة الكبرى، وهيكون شديد البرودة على جنوب البلاد. هنلاقي النهاردة فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وهيكون في نشاط للرياح هيزيد من الإحساس ببرودة الطقس. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي دكتورة منار. النهاردة الجو إحنا حاسين إنه بارد، دكتورة منار قولي لنا هل فعلا إحنا حاسين إنه بارد عشان درجات الحرارة منخفضة، ولا علشان في هواء جامد ممكن يزود الإحساس بالبرودة؟ بالفعل يمكن احنا في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. احنا كنا بامس واول امس بنشهد حاله من التقلبات الجويه بسبب منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، فحركه المنخفض الجوي في اتجاه بلاد الشام بدات يحصل تحسن في الاحوال الجويه اليوم، لان بالامس كان في نشاط رياح سرعته وصلت ل 50 كيلو متر على الساعه،
ده اللي خلانا نحس اكتر بالتقلبات الجويه وبروده الطقس اكتر. لكن من اليوم هيحصل اعتدال في سرعات الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه. اعتدال سرعات الرياح ده هيخلينا نحس بالتحسن في نسبه الاحوال الجويه، لكن هتظل درجات الحراره منخفضه. العظمى على القاهره الكبرى متوقع فتره النهار تكون 16 درجه مئويه، لان مصادر الكتل الهوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فهنحس بالفعل بالبروده فتره الصباح الباكر. خلال فتره الظهيره وتقدم ساعات النهار هنحس بالاجواء المائله للبروده على المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، اجواء معتدله على المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد وجنوب سيناء. اول ما اشعه الشمس هتغيب ونصف فترات الليل هنبدا نحس بالانخفاض مره اخرى في درجات الحراره، هيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. الاوقات دي الاجواء بتكون شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه، محافظات شمال الصعيد وسط سيناء والوادي الجديد بتكون الصقيع على المزروعات فتره الليل بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره. كمان السلوك بتتساقط على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحراره لتحت الصفر، توصل 1.2 تحت الصفر. بالاضافه احنا مستنيين الامطار دكتوره منار، دايما بنحس بعد لما بيبقى فيه مطر بنحس ان الجو بقى ادفى شويه، هل متوقع ان يبقى فيه سقوط للامطار او لما يحصل النهارده سقوط الامطار لو كان هيحصل، يعني متوقع الامطار دي تكون غزيره، تكون معقوله، تكون متوسطه؟ قول لنا الامور هتمشي ازاي. هو طبعا كميات امطار اليوم على اغلب المناطق هتكون اقل من اللي شهدناها بالامس. في امطار اليوم هتكون امطار ما بين الخفيفه للمتوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. الامطار هتمتد لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناه امطار خفيفه، وقد تصل امطار خفيفه لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل امطار اليوم ان شاء الله في اغلب المناطق مش هيأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. كمان حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط هتبدأ تعتدل نسبيا، لأن احنا الأيام الماضية وصل ارتفاع الأمواج ل 6 متر على البحر المتوسط، اليوم ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 ل 3.5 متر، ما زال مضطرب لكن طبعا أقل من اللي احنا شاهدناها خلال الأيام الماضية. وإن شاء الله متوقع مع غدا الخميس والجمعة يكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية. الشبورة المائية هتعود تاني في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طيب دكتورة منار، بنخرج من طوبة ندخل في أمشير، الهواء اللي احنا شايفين ممكن يكون فيه بعض الأتربة، ده نقدر نقول إن هو هيستمر معانا الفترة اللي جاية؟ يعني ان شاء الله ابتداء من اليوم ولمده 72 ساعه قادمه مفيش اي اتربه والمال مصاره، حتى كمان سرعات الرياح ما بين ال 10 لل 20 كيلو متر على الساعه، ففي اعتدال في سرعات الرياح، وان شاء الله الى بدايه الاسبوع المقبل مفيش اي اتربه ورمال مصاره. انخفاض درجات الحراره هيستمر معانا ولا هنلاقي بقى سطوع لاشعه الشمس فتحسسنا شويه بالدفء؟ هو طبعا احنا اليوم في انخفاض في درجات الحراره، كمان في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، فلسه في احساسنا بانخفاض درجات الحراره. من غدا ان شاء الله هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، هيحصل ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره، العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين ال 17 وال 18 درجه مئويه، فاحنا هنحس بالاعتدال فتره النهار، لكن فترات الليل هتظل فيها درجات الحراره منخفضه، خاصه ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر، لان الصغرى فتره الليل بتكون ما بين التسع والعشر درجات. خلينا ناكد ان احنا لسه في فصل الشتاء، ذروه فصل الشتاء شهر فبراير ايضا، فصل الشتاء هينتهي 20 مارس، فالى 20 مارس هنبدا في تقلبات جويه بين ارتفاع منخفض في الحراره وموجات البروده اللي احنا ممكن نشوفها الى انتهاء فصل الشتاء. هينتهي فلكيا ولا هينتهي فعليا؟ لان احنا كتير بيبقى عندنا الفصول اللي احنا عارفينها وعارفين طبعا عشان التغيرات المناخيه ان احنا بقينا نحس بحاجات مختلفه، يعني الصيف بقى اطول شويه، درجات الحراره فيه بقت مرتفعه اكتر، فيمكن برضو نقول ان لو هو هينتهي 20 مارس ده فلكيا، لكن فعليا البرد مكمل معانا شويه كمان لغايه اخر الشهر. هو احنا تدري يعني احنا دايما نهايات الفصول وبدايات الفصول بتاخد من الفصول القبليه والبعديه، فاحنا مع شهر ثلاثه هتبدا تدريجيا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع الطفيف، لكن هنظل نحس بالبروده وانخفاض درجات الحراره لانتهاء شهر ثلاثه كمان، يمكن مع بدايات شهر اربعه تدريجيا واحنا بنتقدم في فصل الربيع تبدا درجات الحراره ترتفع. أكيد. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف مدن ومحافظات مصر.
القاهرة العظمى فيها 16 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 16-9، الإسكندرية 16-10، العلمين الجديدة 15-9، المطروح 15 والصغرى 9، دمياط 16-10، بورسعيد 15-9، والإسماعيلية 17-9. السويس العظمى فيها 16 والصغرى 9، العريش 16-9، كاترين 10 والصغرى 1 درجة مئوية، وهي الأقل النهاردة، يعني درجة الحرارة بتقترب من درجة التجمد. طابة 15-10، حلايب 21-15، شلاتين 21-14، شرم الشيخ 19-13، والغردقة 20-12. الفيوم العظمى فيها 16 والصغرى 7، بني سويف 16-6، الوادي الجديد 19-7، أسيوط 17-4، سوهاج 17-5، قنا 18-7، الأقصر 19-7، أما أسوان العظمى فيها 20 والصغرى 9. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة المختلفة في مختلف مدن ومحافظات مصر. خلينا على طول نرجع لعبد الصمد وهدير ونكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا منى، وان شاء الله ربنا هون علينا جميعا البرد الايام دي. احسن من الصيف بكتير وحر الصيف يا هدير. دي اراء. نروح مع حضراتكم دلوقتي للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم. ده حقيقة هدير، يمكن دي مسابقة من أهم المسابقات اللي موجودة عالميا فيما يخص تحديدا القرآن الكريم وتجويد، يعني القراءة بالتجويد وفهم معانيه أيضا ومقاصده، لأن من يومين تم إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى، اللي من بينهم أسماء عادل اللي حصدت على المركز الأول فرع 6، لأن هذه المسابقة تحديدا بتضم 8 فروع. أسماء هي في الفرع السادس فيها، وهو فرع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده من خلال يعني ذوي الهمم تحديدا، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عام. أسماء معنا دلوقتي عبر التليفون. أسماء عادل الفائزة بالمركز الأول، صباح الخير يا أسماء. صباح النور على حضرتك. اهلا بيكي يا اسماء، مبروك وصباحك زي الفل. وعايزه كده تحكي لي وتحكي للساده المشاهدين رحلتك ازاي بدات علشان النهارده نوصل ان احنا بنحتفل ان انت تحصدي المركز الاول في المسابقه الدوليه لحفظ القران الكريم. اهلا بحضراتكم. والله انا ابتديت من سن 6 سنوات حفظ القران، بدات ان انا احفظ قران وانا عندي 6 سنوات. وختمت الحمد لله وانا عندي 9 سنوات. طبعا كان بمساعدة والدي ووالدتي والمحفظ اللي كان بيحفظني، وفضلوا يعني معايا لحد النهاية وبذلوا معايا جهد كبير جدا لحد ما ختمت الحمد لله رب العالمين. نعم. طيب هو انت عندك كم سنة يا اسماء؟ 26. ما شاء الله. 26 ما شاء الله. طيب احنا بنتكلم في مسابقه يا اسماء يمكن بيشارك فيها اكتر من 50 دوله تحديدا. أيوة. وانت يمكن كان شرط السن عندك اللي هو يعني لا يتخطى ال 35 سنه. ايه هي الصعوبات اللي واجهتك سواء في بدايتك لحفظ القران الكريم او ايضا الصعوبات اللي واجهتك في هذه المسابقه؟ في البدايه يعني الحمد لله، هو طبعا انا يعني ما كانش بالنسبه لي في صعوبات قوي، لان طبعا كان في مساعده من يعني من كل الطرق معايا، ماما وبابا وحد يعني كانوا مقسمين نفسهم، كانوا يعني كانوا واهبين وقتهم ليا انا عشان اقدر احفظ القران كويس. فالحمد لله قدرت يعني اتخطى كل الصعوبات وقدرت ان انا احفظ، والحمد لله بقيت زي اي حد عادي، ما فيش فرق بيني وبين اي حد. ولحد ما جت المسابقة دي كانت بدأت التصفيات بتاعتها في شهر 8 اللي فات، يعني التصفيات المحلية بدأت في شهر 8 اللي فات ده. بدأت إن أنا أتوجه للمسابقة، الحقيقة ما فيش أي صعوبات خالص، هي مسابقة جميلة جدا وتنظيم كويس على أعلى مستوى يعني، والحمد لله قدرت إن أنا صفيت فيها 6 مرات محلية. نعم. لحد ما وصلت للدولية الحمد لله. الحمد لله. طيب أسماء، واضح كده أن والدك ووالدتك كانوا أكبر الداعمين ليكي في المشوار ده ومحافظينك زي ما أنت كنت بتحكي. أيوة. إزاي استقبلوا خبر فوزك بالجائزة، وكمان مسألة أنه قيمة الجوائز ابتدت تزيد بتوصيات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلتوا ده إزاي؟ والله اصلا انا كانت والدتي هي اللي كانت معايا، يعني اصلا والدتي كانت معايا في كل الاختبارات من الاول، يعني من اول الاختبار اللي حصل في شهر 8 لحد الاختبار اللي حصل اللي تم اول امبارح. فاحنا طبعا اختبرنا وخلاص وخلصنا وكنا متوجهين بقى للمنزل وكده، طريق عرفنا النتيجه
مش عايزه اقول لحضرتك كميه السعاده ويعني شعور لا يوصف يعني، وخصوصا ان احنا انا من زمان جدا كنت بتمنى ان انا يعني اتكرم من سياده الوزير محمد مختار جمعه وفخامه الرئيس من زمان جدا جدا يعني، فبالنسبه لي دي حاجه يعني يعني ما بتوصفش، فرحه ما بتوصفش بجد يعني، وفكره ان الرئيس يعني يكون معانا ومتابعنا وحاجه يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لي يعني، انا مبسوطه قوي 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 ان في اهتمام بينا، وكمان الرئيس بنفسه هو اللي بيهتم بينا، دي حاجه ده شرف كبير وعظيم لنا يعني. انت اللي شرف لينا يا اسماء، وحقيقي فخورين بيكي، لكن خليني اعرف انت من محافظه ايه تحديدا يا اسماء؟ انا من محافظه كفر الشيخ. كفر الشيخ احسن ناس. طيب اسماء، يعني لو طلبت منك، انت بتقري بالسبع قراءات ولا بايه؟ اللي هو انا لسه يعني انا لسه بدرس قراءات حاليا يعني. نعم. انا لسه فاضل لي حاجات ان شاء الله يعني، حاجات بسيطه كده وهختم على يعني يعني قريب ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عاوزين نسمع يعني ايات بيانات من الذكر الحكيم كده من حضرتك، ممكن تسمعينا يعني يعني ما تيسر كده، او اللي انت دلوقتي عاوزه تسمعهن؟ ان شاء الله باذن الله. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا أسماء. الحقيقة يعني خير بداية ليومنا صوتك الحسن ده. المسابقة مش بس حفظ، المسابقة كمان فهم لمعاني القرآن الكريم. المنافسة كانت عاملة ازاي يا أسماء داخل المسابقة؟ يعني كنت عندك يعني خصوم قوية في المنافسة داخل هذه المسابقة؟ طبعا أنا يعني أنا من زمان قوي إن أنا كان نفسي يعني أحصد مركز فيها، فانا كنت داخله ويعني حاطه يعني حاطه قدامي كده، لا انا المركز الاول، انا مش هتنازل عن المركز الاول يعني، لازم اجتهد عشان خاطر اوصل للمركز الاول، وخصوصا ان انا يعني اجتهدت فيها جدا 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 الفتره اللي فاتت، والحمد لله يعني قدرت ان انا اوصل للمركز الاول الحمد لله. يعني الحمد لله، يعني اكيد حلو ان الواحد يكون عنده هدف وعنده طموح ويجتهد علشان خاطر يوصل لهذا الهدف. لكن بعد ما حققتي الهدف بتاعك يا اسماء والطموح، ايه اللي انت بتسعي ليه بعد كده؟ أيوة والله انا الحمد لله كان هدف من اهدافي، وكانت يعني وحلم من احلامي ان انا اقابل فخامه الرئيس، والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائي. نعم. فبعد كده انا نفسي ان شاء الله يعني ان انا اشتغل، وان انا يعني وان شاء الله برضو مستمره في نفس الطريق يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انت خريجه ايه يا اسماء؟ انا من دراسات اسلاميه. ما شاء الله. طيب اسماء، عندك حد تاني في البيت متميز في قراءه القران الكريم، ولا يعني هما بس كانوا بيجتهدوا علشان يساعدوكي؟ هم بدأوا معايا المسيرة أنا من الأول لحد ما ختمت، وكان يعني كان بعدي أختي برضو كانت بدأت شوية تحفظ، بس المشكلة عندها بقى يعني
الدراسة وكده يعني كانت أحلى. أنتي تساعديها بقى يا أسماء؟ نعم؟ أنتي تساعديها، خير قدوة ما شاء الله. إن شاء الله طبعاً طبعاً، ده أكيد يعني إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا. اسماء عادل الفائزه بالمركز الاول في المسابقه العالميه لحفظ القران الكريم من ذوي الهمم، شكرا جزيلا على وجودك معنا. يعني ربنا يفتح عليها في الحقيقه خير مثل وقدوه يعني ممكن يحتذى بها يعني، بنشكرها طبعا اسماء. طيب دلوقتي نسيب حضراتكم مشاهدينا مع موجز لاهم الانباء الثامنه صباحا مع منى الشرقاوي، اتفضلي يا منى. شكرا لك عبد الصمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدة طبية عاجلة لسوريا وتركيا. جاء ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لكل من دمشق وإنقرة جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن آلاف الضحايا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة. من جانبه قدم الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن تعازي مصر في ضحايا الزلزال المدمر والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا. من جانبه أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين. وجهت الحكومة السورية الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا، موضحة أن الشعب السوري لا ينسى أبدا كل من يقدم له يد العون، وخصوصا في هذه الظروف التي تعيشها سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها. جاء ذلك في تصريحات لوزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف في مطار دمشق الدولي عقب استقبال المطار 3 طائرات مصرية محملة بمساعدة إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا. أعلنت 3 دول أوروبية أنها سترسل خلال الشهور المقبلة 100 دبابة ثقيلة إلى كييف لمساعدة جيشها في صد القوات الروسية، والتي أكدت أن هجومها في شرق أوكرانيا يجري بنجاح. يأتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة غير معلنة هي الأولى لوزير الدفاع الألماني إلى كييف منذ تعيينه في يناير، كما يأتي في وقت يحض فيه القادة الأوكرانيون حلفائهم الغربيين على تسريع تسليم دبابات ثقيلة. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما قدمته إدارته خلال العامين الماضيين، مؤكدا أنها استطاعت توفير 12 مليون وظيفة جديدة. وخلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الثاني له رئيسا للولايات المتحدة، وصف بايدن تاريخ بلاده بأنه يمثل قصة التقدم والصمود وعدم الاستسلام، مضيفا أن الولايات المتحدة استطاعت النجاة من كل أزمة عصفت بها خلال السنوات الماضية وخرجت منها أقوى مما كانت عليه. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تعهد بايدن بدعم بلاده لأوكرانيا مهما استغرق الأمر لمساعدتها على صد العملية العسكرية الروسية على أراضيها. No, we do.
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع راجمات صواريخ من طراز هاي مارس إلى بولندا في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إخطار الكونغرس الأمريكي بالبيع المحتمل لنظام هاي مارس إلى بولندا، وذلك وفقا لإخطار من وزارة الخارجية الأمريكية. جاء في الإخطار أن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في الناتو، وهو ما يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا. قدمت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية التهنئة لفريق الهلال السعودي بفوزه على فلامينغو البرازيلي وصعوده لنهائي كأس العالم للأندية. كما قدمت الشركة المتحدة التهنئة للشعب السعودي الشقيق وجماهير الكرة العربية بهذا الإنجاز. هذا وكان الهلال السعودي تغلب على فلامينغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف نهائي البطولة. وختاما، يلتقي فريق الأهلي ريال مدريد الإسباني 9 مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية. كان الأهلي تأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة عقب الفوز على أوكلاند سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود ويحقق انتصارا صعبا أمام سياتل الأمريكي بهدف سجله محمد مجدي أفشة. نهاية موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. في اهتمام كبير بفعاليات بطولة منطقة القاهرة للسكواش المقامة دلوقتي في ملاعب نادي زهور واستاد القاهرة الدولي، لأنه يعني ببساطة هي أقوى بطولة في الموسم ده بعد بطولة الجمهورية، مشارك فيها عدد كبير من اللعيبة. تقريبا هدير بنتكلم على يعني بطولة زي ما قلت فيه زخم وفيه اهتمام كبير بهذه البطولة، لأن بنتكلم تقريبا عن 1420 لاعب في مراحل سنية مختلفة، ودي بتكون فرصة كبيرة لدعم وتشجيع الناشئين والمتسابقين. خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر عن الجديد اللي هيقدم السنة دي في هذه البطولة تحديدا، وشكل المنافسات هيكون إزاي من خلال ضيفنا المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للسكواش. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. ويمكن بنتكلم عن بطولة منطقة القاهرة للسكواش، وهي واحدة من أهم البطولات في اللعبة دي في مصر. الجديد السنة دي إيه في البطولة؟ طيب بص حضرتك، هو في حاجات كتير السنه دي جديده، خلينا نحكي بس احنا عملنا ايه السنه دي في البطوله. احنا مجينا ننظم البطوله، خدنا راعينا عده محاور. المحور الاول كان هنعمل البطوله فين، لوكيشن البطوله، بعدين ملاعب البطوله اللي هتعمل على البطوله مش بس اللوكيشن، بعدين الجانب الصحي او السيفتي للعيبه بتوعنا اثناء فتره البطوله. حاولنا نتلافى شويه خلينا نقول عقبات او عائق بتبقى قدام اولياء الامور واللعيبه سابقا، وعملنا ده السنه دي. لما جينا اخترنا نادي الزهور والاستاد، نادي الزهور والاستاد موقعهم يعتبر سنتر في القاهره، اللي جاي من اكتوبر وزايد وضواحيها بالنسبه له المسافه تقريبا شبه اللي جاي من التجمع او القاهره الجديده. النقطه الثانيه دي بالنسبه لللوكيشن. بالنسبه للملاعب، حضرتك النهارده لو بصيت على الملاعب، ملاعب الزهور بالكامل تقريبا شبه جديده، قشط الارضيات بالكامل، دهان بالكامل. السنة دي اتضاف معانا الملعب الجلاس كورت، وده كان نقطة مهمة جدا لكذا سبب. أولا عشان نزود عدد الملاعب فيريح الدرو معانا للولاد وهم بيلعبوا. نمرة اتنين عشان الولاد عندنا دول بيطلعوا يلعبوا بره، بيبقى في لعيبة منهم بتبقى ما شافتش الجلاس كورت ده بسهولة، مفيش نوادي كتير في مصر فيها الملعب الجلاس كورت. الجلاس كورت اتجدد تقريبا بالكامل بالتعاون مع الاتحاد المصري سكواش، الأستاذ عاصم خليفة والمهندس أمنة طرابلسي، وملاعب الزهور بالكامل اتجددت بتعاون مع نادي الزهور مستشار محمد مرداش ومجلس الإدارة. دي كانت تاني نقطة غير اللوكيشن وجودة الملاعب. بالنسبة للجانب سلامة الولاد واللاعبين، احنا جايبين عربيتين اسعاف، عربية اسعاف موجودة بالكامل من اول مباراة في كل يوم، من اول مباراة لحد اخر مباراة بطاقم طبي كامل، وواحدة تانية موجودة في الاستاد للعيبة، وفي طاقم طبي بتاع المنتخب موجود للولاد في المكانين للعيبة كلها، مش بس عشان في حالة الإصابة لا قدر الله، لا ده هو بيساعد الولاد في عمليات الاحماء في لا قدر الله حد حصل له شد او اصابه بسيطه اثناء اللعب، وكمان الريكفري بعد اللعب.
تيسيرا على اولياء الامور في الحركه والانتقال بين المكانين. احنا جايبين باص بيتحرك كل نص ساعه مع ان المسافه بينهم ما تعديش 400-500 متر، بس لان كاولياء امور بتلاقي ان ممكن حد عنده ماتش لابنه في مكان وبعديه بساعه ماتش في المكان الثاني في ظهوره في الاستاد، فده مفيش كل نص ساعه الباص بيتحرك رايح جاي بينهم، مسافه ما بتكملش دقيقتين او ثلاث دقائق. غير كده كمان احنا لما جينا نعمل الدروس السنه دي لقرعه المباريات راعينا، ودي كانت نقطه بتحصل المشاكل فيها كتير في بطولات سابقه، مواعيد الدراسه. نعم. ان احنا دلوقتي في اجازه نص سنه، بس في ولاد كتير في نظام دراسه تاني انترناشونال لسه شغالين دراسه لغايه دلوقتي، فاحنا راعينا ده، فمعظم المباريات عندنا بتبدا من واحده او اثنين او ثلاثه العصر. نعم. فده ادى فلكسبيليتي للولاد ان هم ما تعرضش مع الدراسه، يعرف يروح مدرسته الصبح ويعرف يجي على المباراه بتاعته. نكمل لحفل الختام ولا يعني لحد دلوقتي كده حلوه، بس خليني اسال حضرتك، حضرتك قلت احنا اول حاجه كان فكره الاختيار ما بين مكان البطوله وملاعب البطوله. مظبوط. عاوز اعرف ايه الفرق ما بينهم، يعني مكان البطوله هل هي ممكن تقام في مكان خارج القاهره قصدك هنا في ده؟ لا يا فندم، احنا جوه القاهره في اختيارات كتير. ايه الفرق ما بين المكان والملاعب؟ طيب المكان ان انا ممكن اقول هفترض على سبيل المثال انا هعمل برضه في مصر الجديده او في مدينه نصر او في مكان وسط، ده كده المكان المنطقه اللي هتتعمل فيها الملاعب عشان تبقى سهوله لكذا سبب، سهوله التنقل. يعني اختيار مكان الملاعب، المكان النادي او المجمع الاسكواش اللي هتتعمل فيه المباريات لسهوله الحركه والانتقال من اولياء الامور اللي جايين من بيوتهم. رقم اثنين عشان في ناس جايه من محافظات اخرى، انا عندي مشارك معايا 31 هيئه رياضيه تقريبا من محافظات الجمهوريه كلها، فبالتالي في ناس جايه من خارج القاهره، طب ده محتاج مكان اقامه، مكان اوتيل. لو انا وديتهم اماكن معينه، هفترض ان انا رحت في اتجاه القاهره الجديده، فانا حطيته زنقته في كاتيجوري معين، هو ده اللي انت هتسكن فيه، ده اللي انت هتقعد فيه في الاوتيل ده او المكان اللي هتسكن فيه ده اليوم او الاثنين او ثلاثه او فتره البطوله اللي انت قاعدها. انما لو حضرتك بصيت على المكان كلوكيشن، بقى هنا احنا بنقارن كلوكيشن بتاع مدينه نصر وما حولها، حضرتك عندك من اول الكاتيجوري بتاع الفايف ستارز لحد ما توصل ب 900 جنيه و 800 جنيه في اليوم الليله الدبل بالفطار. فده ادى اريحيه شويه لاولياء الامور ووسعت له قاعده الاختيارات في محل الاقامه. ده بالنسبه للمكان. نيجي بقى هنا للملاعب، هل الملاعب دي تصلح للعب بصوره تخلي الولاد دول يعرفوا يلعبوا بامان ويلعبوا بالجوده والكواليتي اللي هو عايز يطلع احسن، ما يبقاش عنده عقبه من ناحيه الملعب. يبقى هو خلاص انا حلل له كل المشاكل وبيخش الملعب جاهز للعب فقط، ما عندوش مشاكل لا في جوده الارضيه ولا في الحيطه ولا في الاضاءه ولا في مشاكل سيرفيس جوه المكان اللي هو فيه. يعني متهيألي لو حد من حضراتكم او الكاميرا شرفتنا هناك في نادي الزهور، حضرتك هتلاقي ان الزهور والاستاد فيهم تقريبا كل السيرفيس اللي اي حد ممكن يحتاجها. ومساله تصوير الملاعب دي مساله غايه في الاهميه، لانه كان في يعني بطولات قبل كده في محافظات خارج القاهره الملاعب كانت بتسبب اصابات للعيبه، ويمكن ده كانت بيتكلم عنه اولياء الامور كتير. مظبوط، لان الارضيه في الاسكواش لعبه بتاعت فيها كتير قوي شورت سبرنت، جري بسرعه وقف فجاه، جري بسرعه وقف فجاه وغير دايركشن بتاع جسمي. فلو الارض ناعمه الولد او اللاعب ممكن يتزحلق فجاه لا قدر الله تعرضه لاصابه. الارض لو فيها نقر كتير ممكن تغير حركه الكوره فتعمل مشكله في التحكيم، ما تبقاش عارف يحسب الكوره هنا ولا هنا. الحيطه والاضاءه بتاعتها، اضاءه الملعب مع اناره دهان الحيطان ممكن تضايق في الرؤيه للاعب وهو بيلعب. تخطيط الملعب عشان كده اخترتوا نادي الزهور تحديدا، وبتكلموا على ملعب هو ملعب لسه جديد لان هو كان مغلق بقاله 12 سنه تقريبا. ده اللي في الاستاد. في الاستاد اجلاس كورت. بالظبط، ده كان مغلق بقاله 12 سنه صح؟ مظبوط. وانتوا لسه يعني اعتقد بالكامل. اول ناس لسه بتفتتح مزبوط. هذا الملعب اتجدد بالكامل. يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا جاي لنا مسجز كتيره على الصفحه عندنا، في ناس بتقول احنا حاسين احنا بنلعب في البريتش اوبن. ودي نقطه ثانيه مهمه جدا، احنا حضرتك النهارده لو جيت بصيت كام مؤسسه رياضيه او كام نادي عنده جلاس كورت يتعدوا على صوابع الايد. فبالتالي الولاد عندنا، احنا مصر دوله رائده في السكواش. السكواش لما يجي لاعب عندي النهارده يبقى عنده 11 او 13 او 15 سنه ويسافر بطوله عالم، ونبقى احنا بندور له او كولي امر او كنادي مسؤول عنه بيدور له على مكان يتمرن عليه في جلاس كورت، ويبقى بيعاني في ده او مش بسهوله انه يلاقيه، او لازم النادي يوفره له او يضطر يروح في مكان تاني يدور عليه عشان يتمرن فيه، فبيعاني فيه ما خدش الاكسبيرينس الكافيه قبل ما يسافر. صحيح. بطوله العالم. ودي نقطة مهمة قوي يا فندم، مسألة انه نجهز الناشئين علشان نستمر في الهيمنة والسيطرة في المصرية للعبة الاسكواش عالميا. واحنا عندنا يعني اسماء عظام يعني وابطال كبار، علي فرج، الشرباجي، احمد برادة قبل كده. الاسماء الكبيرة دي هل بيكون في بينهم تواصل مع اللعيبة؟ بيحضروا، ممكن حد فيهم يحضر بطولات زي دي؟ لانه اعتقد ان ده يكون حافز كبير قوي للناشئين انهم يشوفوا الابطال اللي بيتفرجوا عليهم طول الوقت، بيشجعوهم، بيدعموهم، موجودين معاهم. طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه،
احنا من اول كابتن كريم درويش اللي هو نائب رئيس الاتحاد الدولي حاليا لحد معظم الابطال اللي بتتكلم عليهم دول على تواصل دائم معانا. الاتحاد دائم على تواصل معانا، موجودين موجودين من نفسهم. يعني لسه كان من يومين، يوم الاحد اللي فات كان المهندسه امنه طرابلس كانت موجوده، كابتن كريم درويش كان موجود، الابطال اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول طبعا موجودين معانا على طول ومتابعين اللي بيحصل في البطوله. طيب لو هنتكلم على بطوله من اول مره اعتقد يكون فيها هذا الحجم من التنافس، ده اكبر عدد في تاريخ بطوله السكواش، كان في 1420 تحديدا، صح. اعمار سنيه مختلفه، مزبوط. فكره بقى تنظيم المباريات ما بينهم ومشاركه العدد ده، ازاي بتقدروا ان انتوا يعني تنظموا المباريات دي ويحصل حاجه من حاله من حالات التناغم ما بين الاعمار السنيه المختلفه؟ طيب احنا لما جينا نحط الدرو راعينا نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى زي ما قلت لحضرتك في الاول نقطه الدراسه، فاحنا حطينا نقطه هنبدا من عندها ان المباريات تبدا بعد طبعا يوم الجمعه والسبت، هنبدا في حدود 1 او 2 الظهر، دي اول نقطه حطيناها بوينت هنبدا من عندها. تاني نقطه ان احنا قسمنا الجروبس بتاعه اللعب، قلنا الولاد هتلعب في ملاعب الاستاد والبنات هتلعب في ملاعب نادي الزهور، الاثنين جنب بعض بس للتنظيم والسهوله، ويبقى طاقم التحكيم الموجود بالكامل اللي هنا ماسك اليوم كله، وليكن بدا الساعه 1 الظهر ومكمل معايا لحد الساعه 10 او 11 بالليل مع اخر مباراه، ونفس الكلام موجود في الظهور. لما جينا نحط الماتشات، عشان كده ده كان احد الاسباب ان احنا اتشجعنا ان احنا نخلص الملعب الجلاس كورت، ان احنا بقى عندنا 11 ملعب بنلعب عليهم، فوزعنا المباريات على الملاعب بشكل ان انتهاء بدايه ونهايه المباراه تبقى في اوقات مناسبه، وان عدد اللعيبه الولاد بيبقوا اكتر من البنات، فودينا الولاد عند الست ملاعب اللي هم في الاستاد، والبنات اقل خليناهم هم في الظهور. فده حط لنا طبعا ده ما بيحصلش في، احنا قعدنا تقريبا 12 ساعه بنعمل مش يوم وليله. سوري. فده خلى المباريات ماشيه، والحمد لله الحمد لله تقريبا دي اول بطوله المباريات فيها ماشيه في موعدها بالظبط، يعني ممكن يبقى في تاخيرات بسيطه بس تاخيرات في الرينج المقبول، 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعه ده في الرينج المقبول. كان قبل كده بنشوف ان ممكن تاخيرات بالساعه وبالساعتين والساعتين ونص في البطوله السابقه يعني. الحمد لله السنه دي الدنيا الدرو محطوط تقريبا محسوب بالظبط كويس جدا. كان معانا فيها فلاجنت مسابقات كابتن وليد منظور عمل معانا فيها مجهود عظيم جدا. وفي التحكيم بصراحه يعني كابتن عباس قعود والتيم اللي معاه عاملين شغل، يعني احنا حاسين ان احنا في بطوله بريتش اوبن فعلا يعني. طيب البطوله دي اعتقد ان انتوا بيكون هنا عينكم على الناشئين وتقييم لمستقبل اللعب، والحقيقه انه لعبه السكواش واخده زخم كبير بقى لها فتره كبيره بعد يعني التواصل في النجاح يعني والاستمرار في النجاح، والاسامي الناس بقت حافظاها وبتدعمهم طول الوقت، بتتكلم عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والاهالي بيشجعوا اولادهم بشكل كبير جدا جدا وبيدعموهم. ازاي بتقيموا الناشئين في مثل هكذا بطولات يعني؟ طيب الولاد على مدار الموسم بيبقى ليهم كل بطوله بيشارك فيها هو بياخد بوينتس، وبعدين في الرانك، الرانك بتاعه اللي هو ترتيبه فين في الجدول. الرانك ده بيديك انديكيشن او انطباع الولد ده ماشي فين، الولد او البنت ده ماشي فين، الدايركشن بتاعه طالع ولا نازل. دي اول نقطه. تاني نقطه دي حضرتك برضو نقطه مهمه جدا، ان احنا على سبيل المثال احنا بريتش اوبن كانت لسه خلصانه في 12 اللي فات ديسمبر، احنا حصدنا كل البطوله ناشئين ما شاء الله. بطوله العالم رجال احنا دلوقتي واخدين 13 ذهب، اللي قبلينا باكستان 14، فاحنا فاضل لنا واحده ذهب ونبقى كاسرين يعني تساوينا مع باكستان وان شاء الله نعديهم بعد كده. فالاجيال بتتواصل مع بعضها، وحضرتك لو متابعين اللي بيحصل حضرتك تلاقي بطل عالم على بال ما اسمه بيبقى اتعرف واتسمع والناس حفظته سنه والتاني، وتلاقي واحد طلع جنبه سنه والتاني واحد طلع جنبه، فقاعده الناشئين في اسر ما شاء الله طلع منها اثنين اخوات ما شاء الله قال الشرباك. فالناشئين عندنا على طول، ودي نقطه كانت مهمه كنا واخدينها في الاعتبار، ان اللي النهارده اللي بيلعب عندي هو عنده 11 او 13 او 15 سنه في البطوله دي، هو اللي كمان سنه واثنين وثلاثه هيبقى هو اللي بيلعب بره في بطولات العالم، وهو ده دول اللي هيطلع منهم ابطال العالم في اللي جايين. فدول كان مهم جدا ان هم ياخدوا الاكسبيرينس بتاعه البطولات الدوليه بالملاعب زي اللي اتكلمنا فيها، وان هم يبقوا بيلعبوا بطريقه تنظيميه، حاولنا الى حد كبير ان احنا نقرب من التنظيم اللي بيحصل بره. طيب لو هنتكلم بقى يعني بعين المراقب والخبير كده، شايفين الافضليه في هذه البطوله لمين؟ للبنات ولا للولاد تحديدا؟ بص ده مش هيتحدد دلوقتي، احنا دلوقتي النهارده كده بس بيبقى في مبشرات. ما هي اصليه دول يعتبروا الاثنين كل واحد فيهم ليه مسار مختلف، مش هنقول مسار مختلف، هي بالنتيجه النهارده انا اللي بكسب بيست اوف 3 او بيست اوف 5، اللي بيكسب بيكمل واللي بيخسر نوك اوت بيروح. فهي في الاخر عدد اللاعبين الولاد اكتر،
انما مين هيحقق في الاخر؟ الاثنين هيتساوي، لان انا هاخد اول وده هياخد اول، او دي هتاخد ثاني وده هياخد ثاني، انما عدد الولاد طبعا اكتر من عدد البنات. انا سؤالي هنا تحديدا ليه؟ لان احنا عالميا متصدرين بالبنات دلوقتي. فالمستقبل بقى هيتغير في يعني المستقبل ان شاء الله يعني هذه الظاهره ولا لا؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه تحديدا في الناشئين. لا، في الناشئين الولاد في طالع منهم مجموعه كويسه قوي في الفتره اللي جايه. يعني البطوله دي افرزت، بتشوفنا امبارح واول امبارح ماتشات يعني ايكوال ماشيين مع بعض، كان الاثنين تيبيكال من بعض ماتشات، يعني تحس انك بتتفرج بره. يا مسهل، اجواء التحضير قبل الماتشات بتكون عامله ازاي في البطولات دي لو احنا بنتكلم على بطوله منطقه القاهره؟ والله بص، احنا تقريبا ما كناش بننام. احنا في مجموعه شغاله معانا من مجموعه عمل معانا في المنطقه والاتحاد، وفي جروب عمل شغال معانا من نادي الزهور، اللجنه الرياضيه والنشاط الرياضي. احنا تقريبا كنا حاطين بلان لكل نقطه ممكن تحصل، من اول اختيار الملاعب، من اول توضيبها مره تانية، من اول التنظيم، من اول مواعيد الباص هتبقى ازاي، الشركه اللي هنتعاقد معاها مع الباص هتبقى عامله ازاي، شكل الباص، حجمه هيبقى عامل ازاي، الباص كبير ولا باص صغير، هيقف فين ويتحرك فين، البانرز تتطبع فين وتتحط فين، الدرو بتاع الولاد دي تعمل امتى، التنظيم بشكل عام، نعلن امتى، نقفل امتى، كنا هنقفل في يوم الاشتراك في البطوله، مديناه اليوم او يومين كان تانيين عشان ندي الهيئات الرياضيه اريحيه في الاشتراك. طب حتى التعاقد على الكاسات والميداليات، طب هندي الاول والتاني، احنا السنه دي مثلا هنكرم لحد الثامن، ده ما حصلش قبل كده. طب بمناسبه التكريم بقى، حفل الختام هيبقى شكله عامل ازاي؟ طيب احنا الجرى العرف ان بيكرموا الاول والتاني والتالت والرابع. وكتير جدا كان بيبقى الاول والتاني لعبوا على الاول والتاني، والتالت والرابع ما بيبقوش لعبوا وبياخدوا كاسين زي بعض. فكده بيبقى اول اربعه كرموا، ممكن يكون كان مشارك معايا في المرحله السنيه دي 256 لاعب. بنبدا 256 128 وهكذا لحد ما نوصل للنص، للسيمي فاينل والفاينل. احنا السنه دي قلنا لا، هنكرم لحد 8، لان الثامن او الثمانيه الاوائل دول من 256 لاعب او من 128 لاعب انت عامل اتشيفمنت، انت عامل حاجه كويسه جدا، فازاي واحد تعب ده كله واقول له في الاخر شكرا روح، انت كانك ما عملتش حاجه خالص، زيك زي اللي طلع من اول دور. فاحنا هنكرم لحد الثامن بحاجتين، هياخدوا كاسات مختلفه، لان السنه دي هيلعب الثالث والرابع مع بعض. يعني هنحدد ثالث ورابع فعلي، مش ثالث ورابع لمجرد ان هم وصلوا السيمي فاينل. ومن الخامس للثامن هياخدوا كاسات اصغر شويه تكريما ليهم، دي كاسات تقديريه، حاجه تقديريه، وتيشيرت البطوله. حضرتك عارف برضو اللعيبه، انت النهارده وصلت وشاركت في بطوله، وصلت انك من التوب 8، فتيشيرت البطوله دي بتبقى حاجه ذكرى كويسه جدا للولاد. احنا مش عاملين حفل الختام، مش عاملينه بشكل ان برضو الدارج ان بيقف الاستاف اللي جاي يكرم اللعيبه، وتتحط ترابيزه عليها الكاسات، بيخش الولاد يصور ياخد الكاس بتاعه وبيروح. لا، احنا عاملين حفله تسليم جوائز، مش مجرد ان هو تسليم كاس ويمشي، يعني ليها بروجرام مش عايزين نحرقه، بس ليها بروجرام، وبعض الشخصيات العامه اللي ليها علاقه بالرياضه، في منهم ناس اساطير سكواش في مصر هيكونوا موجودين ان شاء الله. الكلام ده واصل للاهالي وواصل للناشئين؟ لانه ده يعني حافز كبير جدا ليهم الحقيقه، الاهتمام بالشكل ده والتغيير والاهتمام انه نكرم لحد الثامن، وهم يستحقوا طبعا بكل تاكيد بعد مجهودهم الكبير في البطوله. ده واصل لهم يعني شكل التغيير اللي حصل في البطوله السنه دي، واصل لهم انعكاساته على الناشئين وادائهم داخل البطوله عامل ازاي؟ والله المسجز اللي بتجي لنا والفيدباك، احنا تقريبا يوميا في البطوله، احنا يمكن الماتشات حتى لما بتبدا الساعه 1 او 2 الظهر، انا تقريبا ببقى في الملاعب من 9 9 ونص الصبح. فبقابل كل الناس، الاداريين والمشرفين والمدربين واولياء الامور، وناس كتير من الاتحاد ومن بره الاتحاد. الفيدباك اللي جاي ان الناس الحمد لله بتقول انها اول مره تشوف تنظيم زي ده، ان هم الاولاد عندهم حافز ان هم عايزين يحققوا، كل لاعب عايز يحقق في البطوله دي، عشان لما تذكر البطوله يقول ده انا اول كاس خدته او خدت كاس في البطوله دي. فاه طبعا التفاصيل كلها واصله للناس الحمد لله. يعني يمكن باشمهندس فعلا زي ما حضرتك بتقول، الفيدباك او رد الفعل اللي جاي هو فعلا رد فعل كويس موجود من الاهالي، ويمكن موجود في المحافظات المختلفه، وده هيحطكم قدام تحدي اكبر في البطوله القادمه باذن الله. وان شاء الله اكيد يعني هتكونوا قد هذا التحدي وتعملوا بطوله افضل. بنشكر حضرتك المهندس اشرف الخولي، رئيس منطقه القاهره للسكواش. شكرا يا فندم، كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم لفاصل سريع، ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، انتظرونا. ودلوقتي جمعنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي وضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نص نهائي بطولة كأس العالم للأندية في المغرب. الأهلي امبارح أدى تدريباته الرئيسية على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب، وده نفس الملعب اللي هتتلعب عليه المباراة. بعدها كولر أجرى اجتماع مع اللاعبين واتكلم معاهم وشرح لهم الخطة الفنية اللي هيعتمدوا عليها أثناء اللقاء. ومحمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق النادي الأهلي أكد أنهم عايشين في أجواء إيجابية، خصوصا أجواء مساندة الجماهير المغربية لفريقهم في كل مكان. وكمان الشناوي قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد، قال عندنا تركيز كبير من بداية البطولة، والنهاردة تركيزنا هيزيد بشكل أكبر، خصوصا أننا هنلعب قدام ريال مدريد، عشان كده التركيز هيتضاعف. أما بقى مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي قال إن فريقه هيخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية قدام منافسين مميزين. كولر كمان قال إن ريال مدريد عنده قايمة كبيرة من اللاعبين وصعب يتأثر بأي غيابات، لأن عنده لعيبة مميزين في كل المراكز، مش هيبقى عنده مشكلة خالص في كل الناس الغايبين. أما بقى من ناحية تانية، الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أثنى على النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة اللي هتجمعهم النهاردة في الدور نصف النهائي من البطولة في كأس العالم للأندية. زي ما قلنا كارلو أنشيلوتي قال النهاردة أو قال بالفعل أثناء المؤتمر الصحفي إن لعيبة الأهلي عندها تنظيم جيد وعندها سرعة عالية، هم كمان عارفين إن الأهلي تاريخهم كبير وأدائهم في كأس العالم للأندية برضه كبير، تاريخهم مهم جدا في أفريقيا، واللعيبة في ريال مدريد بيحترموهم جدا لأن عندهم نفس الرغبة في رفع كأس المونديال. أما بقى الأورجواياني فادي فالفيردي نجم خط النص في ريال مدريد قال شفت مباريات للنادي الأهلي وبعتقد أن الدعم اللي عايشه الفريق ده دعم جميل جدا، فريق النادي الأهلي بيستحق أعظم الاحترام، لكن في نفس الوقت لازم نركز في المباراة اللي احنا هنلعبها النهاردة. والهلال السعودي اتأهل لمباراة نهائية لمونديال الأندية بعد فوزه امبارح على فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في اللقاء اللي اتلعب على ملعب طنجة في المغرب. أهداف الهلال السعودي سجلها سالم الدوسري من ضربتين جزاء في الدقائق 46 ولوسيانو في الدقيقة 70، وهدفين فلامينجو سجلهم ديفيد لويس في الدقيقة 20 وبيدرو في الدقيقة 91. وبكده الهلال بيتأهل لنهائي البطولة وبيستنى الفايز النهاردة من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني علشان يوصلوا للنهائي يوم السبت اللي جاي. نشرتنا الرياضية خلصت، لكن كلامنا في الرياضة لسه مخلص. استوديو تحليلي مع هدير وعبد الصمد دلوقتي، وفي ضيافتهم الناقد حمدي الحسيني هيتكلم النهارده عن ايه اللي هيحصل في المباراه. كل التوفيق للاهلي. اتفضل يا عبد الصمد انت وهدير. ان شاء الله يمنا يعني اللي يحصل يفوز النادي الاهلي. بنشكرك يا منا. يعني مباراه قويه، مباراه مرتقبه ما بين يعني بطلي القرن، بنتكلم على بطل اوروبا وبطل افريقيا تحديدا، في مباراه هامه بينتظرها الجميع في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت القاهرة، بتجمع ما بين النادي الأهلي ونظيره فريق ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. لو هنتكلم على يعني هذه الجولة تحديدا أو هذه البطولة، بطولة كأس العالم للأندية اللي بتقام في المغرب، وهنتكلم على مسيرة النادي الأهلي فيها، فالنادي الأهلي يمكن لعب ماتشين، أول ماتش كان مع نادي أوكلاند سيتي وقدر اللي هو يسدد 3 أهداف دون مقابل، وكمان ماتش سياتل يمكن اللي كانت قضية أفشة هي صحيح. اللي حسمت الموضوع صحيح. وتأهلنا للنصف النهائي. صحيح، كان ماتش مهم جدا جدا، واللحظات الأخيرة كانت صحيح. فارقة في الماتش، ويمكن الجون جه في الدقيقة 89، ناس كانت متحمسة جدا جدا، والجميع يعني كان منتظر الجون بلهفة شديدة، وقفش الحقيقة عمل جول عالمي وأسعد جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية كلها. ويمكن احنا بنتكلم عن دي المشاركة التامنة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والحقيقة أنه الوصول لنصف النهائي حتى ولم إن لم نتجاوز هذا الدور
يعني شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، انجاز كبير جدا وانجاز حقيقي بغض النظر عن النتيجه هتكون عامله ازاي. عندنا ثقه ان شاء الله في النادي الاهلي وفي اللعيبه اللي امبارح يعني شفنا تصريحات كلها ثقه واصرار في المؤتمر الصحفي على ان هم يقدموا الاداء اللي بيليق بروح وتاريخ النادي الاهلي. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن اللي هيحصل النهارده ان شاء الله في الماتش ما بين النادي الاهلي المصري وريال مدريد الاسباني. دلوقتي معانا في الاستوديو الاستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ حمدي. صباح الخير. يعني شايف المباراه النهارده ازاي؟ زي ما انتوا قلتوا، هي مباراه طبعا تاريخيه، مباراه بالتاكيد هتكون صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، بس انا بقول كمان انها ان شاء الله هتكون صعبه على غير عايزين بقى اللي حضرتك هتقوله ان شاء الله هتكون صعبه على ريال مدريد كمان، لان لعيبه النادي الاهلي عندهم طموح كبير جدا. يمكن النصف النهائي ده دور النادي الاهلي بيوصل له للمره الخامسه وللمره الثالثه على التوالي. الحقيقه انجاز كبير جدا، لكن طموحات لعيبه النادي الاهلي زادت قوي، لان هم خدوا الميداليه البرونزيه او المركز الثالث ثلاث مرات في تاريخهم. فدلوقتي هم عايزين يوصلوا للمباراه النهائيه ايا كان المنافس. طبعا المنافس كبير وبطل القرن في اوروبا، واحد من اقوى الفرق الاوروبيه رغم الغيابات اللي عنده طبعا. لكن خلينا بقى في الغيابات دي عشان الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ماسكه في موضوع الغيابات، وده مدينا امل كبير في المباراه. شايف ازاي ممكن غيابات ريال مدريد تؤثر على النتيجه النهارده؟ هو الحقيقه الفرق الكبيره اللي زي ريال مدريد بيكون عندها بدائل على نفس المستوى واحيانا بتكون افضل. لكن لا شك انه غياب احسن لاعب في العالم كريم بنزيما مهاجم من طراز فريد، لا شك انه غياب حارس بقيمة كورتوا من أفضل الحراس في العالم، لا شك أن بيبقى ليهم تأثير سلبي على الفريق. لكن إحنا مش عايزين طبعا، في ميليتاو وفي إيدن هازار، في مجموعة من اللاعبين غايبين للإصابات، لكن إحنا مش عايزين نحط في دماغنا المسألة دي، لأن زي ما بقول لحضرتك دايما بيكون الفرق الكبيرة دي عندها بدائل. وأنا عايز أقول مثلا أنه كريم بنزيما غاب عن منتخب فرنسا في كأس العالم، ومع ذلك المنتخب وصل للنهائي بالبدائل الموجودة في فرنسا، وصل النهائي وكان يعني قريب جدا من ان هو ياخد كاس العالم كمان. صحيح. امام الارجنتين في المباراه النهائيه. اذا اللعيبه اللي موجودين في ريال مدريد دلوقتي لا، لعيبه برضو كبار وكل واحد فيهم عنده قيمه تسويقيه كبيره جدا. عايز اقول انه مثلا قيمه النادي الاهلي التسويقيه يعني لا تتجاوز 30 مليون يورو في مقابل حوالي 830 يورو لريال مدريد. القيمة التسويقية الفرق كبير جدا جدا، لكن أنا بقول عشان كده احنا بنقول إنه مقابلة ريال مدريد ده نفسه إنجاز كبير للنادي الأهلي. طبعا تخيل حضرتك لو النادي الأهلي أو أي فريق مصري عايز يلعب مع ريال مدريد مباراة ودية. النادي الأهلي أو أي نادي مصري تاني هيدفع كام؟ صحيح. مش أقل من 3 مليون أو 4 مليون يورو، ده أقل. لو بنتكلم على مباراة رسمية علشان تلعب مباراة ودية كمان. لا احنا النهاردة بنتكلم على مباراة رسمية، لو بنتكلم على التاريخ احنا فوزنا قبل كده في مباراة ودية طبعا، لكن بنتكلم على ريال مدريد بيلعب في هذه البطولة تحديدا من خلال الدور نصف النهائي، وده وفقا للتصنيف اللي حطه الفيفا تحديدا، كونه بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية تحديدا. شايف ازاي يعني مشاركه ريال مدريد امام الاهلي؟ ويمكن بنشوف اجواء احتفاليه من قبلها، شفنا الصفحات الخاصه بريال مدريد بي يعني بتحتفل بلقاء الاهلي تحديدا، شفنا في زخم، شفنا انشيلوتي كمان يمكن مهتم ومدي الموضوع اهميه كبيره، لان عارف اللي هو برده على الجانب الاخر بيقابل بطل افريقيا. مظبوط، هم الناس باصين لتاريخ النادي الاهلي بكل احترام وتقدير، وكمان الاوروبيين احنا متعودين منهم على الجديه. هو مش داخل مباراه ترفيهيه بالنسبه له او مباراه شايف ان هو هيلاعب فريق بعيد عنه في المستوى، لا، هم بيتعاملوا مع كل الامور دي بجديه شديده، وخصوصا بقى ان ريال مدريد السنه دي متعثر في الدوري. يعني الفارق بينه وبين برشلونه دلوقتي في الصداره 8 نقط لصالح برشلونه. اخر مباراه لعبها كانت يوم الاحد اللي فات وخسر امام ريال مايوركا 1-0. وبالتالي يمكن تركيز كارلو انشيلوتي المدرب الايطالي الشهير طبعا ولاعيبه ريال مدريد هيكون على البطوله دي قوي، لان انت في 72 ساعه ممكن تاخد بطوله او بطوله عالميه. صحيح. جوائزها الماليه كبيره قوي، لما ياخدها حتى يبقى دافع معنوي كبير قوي للاعيبته، لان هم حاسين ان الدوري بعد عنهم السنه دي. فيركزوا على بطوله زي دي، سهل ان هم ياخدوها في 72 ساعه، لكن ان شاء الله الاهلي صعبها عليهم. وكمان يركزوا على تشامبيونز ليج الاوروبي، لكن الدوري المحلي هم عارفين انه بيبعد عنهم بشكل كبير قوي. طيب خلينا النهارده بقى نرجع تخيل حضرتك لانه كولر يلعب ازاي النهارده. الماتشات اللي فاتت كان بيلعب 4-3-3، لكن شفنا اخر ماتش قدام سياتل الامريكي كان تاو وطاهر ليهم ادوار دفاعيه كمان. شايف النهارده ازاي وايه الاوراق اللي ممكن يستخدمها، وهل هيبقى عنده افكار جديده وطريقه مختلفه قدام ريال مدريد؟
هو خلينا نتفق على انه مارسيل كولر المدرب السويسري للنادي الاهلي اللي ما شاء الله 22 مباراه ما بيخسرش، وبالمناسبه في يعني صدفه غريبه بس ان شاء الله تتغير النهارده بعض تفاصيلها. انه بيتسو موسيماني قبل كده لما قاد النادي الاهلي في البدايه اول ما مسك النادي الاهلي 22 مباراه ما خسرش، ويوم 8 فبراير واجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، للاسف ساعتها خسر 2-0. لكن بيتكرر التاريخ ان مارسيل كولر 22 مباراه بلا خساره مع النادي الاهلي وبيلعب النهارده. دي ارقام تخوف كده لحضرتك ريال مدريد. لا يا ان شاء الله يعني تتغير بقى النهارده انه ما تبقاش نفس النتيجه وتبقى اول خساره للاهلي على ايد مارسيل كولر، ان شاء الله تتغير المساله دي. عايز اقول ان مارسيل كولر مدرب هادي بيقرا المنافسين كويس جدا، بيدي ثقه للاعبته ومعنويات عاليه قوي، وقدر ان هو كمان يوظف اللعيبه بشكل مختلف ويطور من ادائهم جدا. لعيبه كتير في النادي الاهلي من بدايه الموسم اتطور ادائهم، زي حمدي فتحي، زي احمد عبد القادر، لعيبه كتير قوي. شفنا كريم فؤاد قبل الاصابه غير مراكزهم وطور ادائهم جدا. فانا شايف ان هو الراجل بيدرس المنافسين كويس قوي، درس ريال مدريد بكل تاكيد، وهو طبعا كتاب مفتوح فريق زي ريال مدريد هيحط الخطة المناسبة. طب هيلعب ازاي؟ لا شك ان هو هيقسم المباراة زي ما عمل امام سياتل ساوندرز الامريكي. 60 دقيقة الاولى كان متراجع وكان سايب الاستحواذ للفريق الامريكي، وهو عارف ان الفريق ده ما لعبش مباراة رسمية من اكتوبر اللي فات. صحيح. وبالتالي اللياقة البدنية في اخر نص ساعة بالتأكيد هتنزل. ابتدى يعمل تغييراته بعد الدقيقة 60، زود الناحية الهجومية وانقض على الفريق الأمريكي في وقت مناسب جدا جدا، مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا في الهدف وتوقيته اللي جابه محمد مجدي أفشة. أعتقد أنه هو هيلعب بنفس الاستراتيجية النهاردة، وهيلعب فيه 8 لعيبة معروف أنه هم هيلعبوا في النادي الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، أليو ديانج، عمرو السلية، حمدي فتحي. 8 دول احنا متفقين عليهم، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، دول هيبقوا زي ما بنقول احتياطي استراتيجي للنادي الاهلي، موجودين في اي وقت يحتاجهم. لكن الثمان لاعبين دول هم الاساس بتوع مارسيل كولر اللي ما بيقدرش يغير فيهم طالما ان هم جاهزين ومفيش اصابات ولا ايقافات. دايما التغيير بالنسبه له بيكون في الجانب الهجومي. اللي اعتقد النهارده يعني مش هيدافع النهارده قصدك؟ لا انا بتكلم انه الثمان لاعبين دول هم اللي بيبني عليهم الخطته. لكن الثلاث لعيبه بتوع المقدمه او الثلاثي الهجومي هم اللي دايما متغيرين عنه. طارق وشريف وبيرسي تاو بالظبط، وفي حسين الشحات كمان، وفي كهربا، بيختار منهم ثلاثه دايما على حسب لعب المنافس وعلى حسب قوه المباراه. توقعاتك يعني يبتدي بمين النهارده؟ انا اتوقع انه الثمانيه اللي قلناهم يبقوا موجودين زي ما هم. اعتقد ان هو ممكن جدا يبتدي بطاهر محمد طاهر كجناح ايمن، لان طاهر في الادوار الدفاعيه عنده ادوار دفاعيه، وده شفناه في ماتش سياتل جدا. وكمان لو لعب بيه كجناح ايمن مع وجود محمد هاني وحد من خط النص يميل شويه ناحيه اليمين، وليكن مثلا اليو ديانج، ده كان دوره في سياتل برضو بشكل هيكون جميل. طبعا وده كمان هيكون مناسب جدا لانه هيلعبوا على واحد من اخطر الاجنحه في العالم، فينيسيوس جونيور، لعيب هايل ومحتاج اكتر من لاعب لمراقبته. وجايز كمان محمد عبد المنعم يميل ناحيه اليمين مع محمد هاني، ده لتامين الجبهه اليمنى. اعتقد هيكون في الناحيه الشمال احمد عبد القادر كلاعب عنده مهارات فرديه عاليه جدا، يقدر من خلالها ان هو يعمل خطوره على دفاعات اي منافس، وممكن جدا يبتدي بمحمد شريف. لكن هيكون بيرسي تاو اللي مارسيل كولر بالمناسبه مقتنع بيه جدا وبقدراته، هيكون عنده دور في الشوط الثاني، وكمان كهربا في حال ان هو احتاجه ممكن في اخر نص ساعه او حاجه يقدر يعمل من خلاله خطوره على مرمى ريال مدريد ان شاء الله. تصريحات اللعيبه زي قفشه والشناوي امبارح كانت بتقول ان عندهم ثقه وعندهم حماس اللي هم ان شاء الله داخلين يحسموا باذن الله يعني هذه المباراه تحديدا. شايف التصريحات دي ازاي؟ التصريحات دي واضح انها نابعه من وجود مدرب بيدي للعيبه ثقه في نفسهم. يمكن انا بقول ان بيتسو موسيماني قبل كده مع النادي الاهلي خسر امام بايرن ميونخ. لا شك انه بيتسو موسيماني مدرب كويس، محدش يقدر ينكر عليه ده. لكن في المباريات اللي زي دي لاحظنا ان اللعيبه كانت بتبقى نازله وعندها رهبه، رغم انه في خبرات كبيره قوي عند النادي الاهلي ولعيبه كتير شاركت في كاس العالم للانديه قبل كده، المفروض الرهبه دي ما تبقاش موجوده. المدرب هو الاساس في المساله دي. انا شايف ان كولر الحقيقه مدي ثقه للعيبه النادي الاهلي، واضح جدا من تصريحاتهم قبل المباراه. صحيح. ان الراجل قايل لهم انزلوا استمتعوا وما تفكروش في النتيجه، انتوا بتلعبوا قدام فريق كبير ومباراه تاريخيه، فان شاء الله اللعيبه تترجم ده على ارض الملعب، نشوف كوره، ما يكونش فيه خوف. بالظبط. لو شفنا كوره من النادي الاهلي وما اهتموش بالنتيجه ولا بقيمه المنافس الكبيره قوي او الفارق مثلا
في الامكانيات وفي التاريخ لصالح ريال مدريد اللي هو النظري. لو ما اهتموش بالمساله دي ولعبوا فريق قدام فريق 11 لاعب قدام 11 لاعب، اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله هيعمل حاجه كويسه جدا. حديث الاعلام الاسباني كمان والمؤتمر الصحفي امس وحديث انشيلوتي على قد ايه النادي الاهلي نادي عظيم وعنده تاريخ كبير وانه بيحترم الخصم، الناس يمكن شايفه ده، شايفه الزخم الاعلامي اللي حاصل، وده يمكن مكسب كبير من مكاسب المباراه اليوم. وحانه مساله الاداء المشرف دي مساله غايه في الاهميه، انه اللعيبه تكون حطها في دماغها، انه كل الناس كمان تكون منتظره ده. طبعا لا شك انه لما صحف اسبانيا كلها تتكلم على النادي الاهلي وتقول ملك افريقيا العظيم في مواجهه نادي القرن الاوروبي، ده تسويق كبير جدا لاسم النادي الاهلي. والحقيقه بالمشاركه التامنه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه اصبح براند وماركه عالميه، وده فيه طبعا قيمه تسويقيه اضافيه، وفي لا شك انه تاريخ كبير قوي بيعمله النادي الاهلي. وبنتمنى ان شاء الله ان التاريخ ده يكلل النهارده بان هو يعني يفرحنا ويفوز على ريال مدريد. وبعدين المساله مش بعيده في كره القدم، احنا شفنا امبارح الهلال السعودي بيوصل لنهائي كاس العالم للانديه، بيفوز على فلامينغو، بيفوز على فلامينغو. يمكن تصريحات انشيلوتي هنا القصد كمان منها مش بس انه هي تكون متوجهه لينا، هي متوجهه للعيبه كمان انه ما نستهونش بالخصم. طبعا يعني امبارح كل التوقعات كانت بتقول ان فلامينغو البرازيلي هو اللي هيوصل للمباراه النهائيه، ومع ذلك لعيبه الهلال رغم ان هم مش في احسن حالاتهم الموسم ده وخصوصا في الدوري السعودي، قدروا ان هم يعملوا مفاجاه ويوصلوا للنهائي. وبالمناسبه قبل كده طبعا مبارك لكل اهالينا في السعوديه والهلال طبعا السعودي، واحنا سعداء جدا. الكره السعوديه يعني مؤخرا شايفين انتصارات كبيره يعني. طبعا ويمكن شفنا في كاس العالم لما فازوا على البطل العالم يعني الارجنتين 2-1 في المباراه اللي كانت الافتتاحيه بتاعت المجموعه اللي كانوا واقعين فيها، مجموعه قويه جدا، ومع ذلك فازوا على الارجنتين. هو ده اللي بياكد ان الكره المصريه او الكره بشكل عام العربية لا تعرف الثوابت طبعا، يعني مفيش قاعده ثابته في هذه يعني اللعبه تحديدا بالتاكيد. ويمكن لفت نظري لو كنتوا بتتكلموا يعني على فكره يعني تصدر عناوين الصحف، كان في من بين العناوين مباراه ريال مدريد والاهلي المعجزه التي يخشاها انشيلوتي. شايف ان ممكن يكون في معجزه حقيقيه وانشيلوتي يمكن عامل حجم كبير جدا لهذه المباراه؟ هو الحقيقه الراجل بيتكلم بعقلانيه شديده وبدون غرور، وده اللي بيخلي المدرب او الفريق يتعامل مع المباراه بجديه. النادي الاهلي هم عارفين قيمته كويس جدا، ومش ناسيين انه الاهلي كسب ريال مدريد من 22 سنه وديا. الناس دي ما بتنساش التاريخ. 2001 بالظبط، يعني من 22 سنه. ف شايفين انه اللي حصل بشكل ودي من 22 سنه وارد ان هو يتكرر بشكل رسمي. علشان كده مدين المباراه اهميتها وقيمتها. لكن باذن الله انا شايف انه الاهلي عنده فرص وفرص جيده في المباراه. فوز الهلال السعودي امبارح بيدي دفعه للنادي الاهلي، ونتمنى انه يبقى اول نهائي عربي خالص عربي في كاس العالم للانديه عربي طبعا. قبل كده يمكن العين الاماراتي وصل للنهائي، الرجاء المغربي لما استضاف البطوله في المغرب برضه وصل للنهائي. باذن الله المره دي بقى يكون التجديد ان يكون فريقين عربيين، الاهلي والهلال ان شاء الله. وحضرتك بتتكلم كده عن الحاله العربيه العظيمه دي، تشجيع الجماهير للنادي الاهلي في طنجه ومن بعده في الرباط واستقبالهم ليهم الجماهير المغربيه حافز كبير جدا جدا جدا، والمواقع التواصل الاجتماعي كلها بتتكلم عنه، وانه احنا كنا حاسين ان الاهلي المره اللي فاتت ما بيلعبش في طنجه، ده بيلعب في استاد القاهره، من كتر التشجيع والتفاعل الكبير اللي حاصل مع النادي الاهلي. الموضوع عامل ازاي في ماتش ريال مدريد؟ انا اتوقع انه يزيد في ماتش ريال مدريد، لانه المباريات اللي فاتت كان لسه الوداد المغربي اللي هو ممثل المغرب ما خرجش، لكن دلوقتي بقى فرقه النادي الاهلي هي اللي موجوده، واعتقد انه هيبقى في تعاطف كبير جدا من الشعب المغربي والجماهير المغربيه مع الاهلي. واحنا شايفين ده يمكن حتى في التدريبات وفي الشوارع هناك وفي فندق الاقامه للنادي الاهلي، النادي الاهلي متابعين يعني اللقطات اللي بتجينا من هناك، لا في ترحيب كبير جدا. يمكن ده اللي اتكلم عليه انشيلوتي كمان في المؤتمر الصحفي، قال ان يعني هو بشكل كبير عارف ان ممكن يكون الجمهور اغلبه النادي الاهلي رغم شعبيه ريال مدريد. لا شك انه ريال مدريد برضه عنده جماهير، ويمكن اسبانيا قريبه من المغرب، صحيح هنلاقي ساعة طبعا شويه يعني طبعا عشان يبقوا في المغرب هنلاقي مسانده، مفيش مشاكل بالنسبه لنا ابدا، لانه اعتقد غالبيه الملعب هتكون باللون الاحمر وبتشجع النادي الاهلي. صحيح. اخواتنا المغاربه طبعا بنشكرهم جدا على الروح الجميله دي، بس هم مش ناسيين الفرحه اللي شافوها في مصر كلها لما المغرب وصل. صحيح. طبعا المنتخب المغربي وصل الى نصف نهائي كاس العالم، فرحه عربيه كبيره الحقيقه. بالظبط، هم حسوا ان الشعب المصري فعلا كان بيشجع زي ما هم بيشجعوا المنتخب المغربي.
فيمكن ده نوع من رد الجميل. وفي النهاية احنا بنشكرهم جدا جدا على الحفاوة اللي بيقابلها النادي الأهلي. يعني مشاهدينا الكرام، هتيب مع حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع منة. تفضلي يا منة. شكرا لك هدير. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدة طبية عاجلة لسوريا وتركيا. جاء ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لكل من دمشق وأنقرة جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن آلاف الضحايا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة. من جانبه قدم الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن تعازي مصر في ضحايا الزلزال المدمر والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية التي الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا. من جانبه أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين. وجهت الحكومة السورية الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا، موضحة أن الشعب السوري لا ينسى أبدا كل من يقدم له يد العون، خصوصا في هذه الظروف التي تعيشها سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها. جاء ذلك في تصريحات لوزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف في مطار دمشق الدولي عقب استقبال المطار 3 طائرات مصرية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا. أعلنت 3 دول أوروبية أنها سترسل خلال الشهور المقبلة 100 دبابة ثقيلة إلى كييف لمساعدة جيشها في صد القوات الروسية التي أكدت أن هجومها في شرق أوكرانيا يجرى بنجاح. يأتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة غير معلنة هي الأولى لوزير الدفاع الألماني إلى كييف منذ تعيينه في يناير، كما يأتي في وقت يحض فيه القادة الأوكرانيون حلفائهم الغربيين على تسريع تسليم دبابات ثقيلة. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما قدمته إدارته خلال العامين الماضيين، مؤكدا أنها استطاعت توفير 12 مليون وظيفة جديدة. وخلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الثاني له رئيسا للولايات المتحدة، وصف بايدن تاريخ بلاده بأنه يمثل قصة تقدم والصمود وعدم الاستسلام، مضيفا أن الولايات المتحدة استطاعت النجاة من كل أزمة عصفت بها خلال السنوات الماضية وخرجت منها أقوى مما كانت عليه. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تعهد بايدن بدعم بلاده لأوكرانيا مهما استغرق الأمر، وذلك لمساعدتها على صد العملية العسكرية الروسية على أراضيها. وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع راجمات صواريخ من طراز هايمارس إلى بولندا في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إخطار الكونغرس الأمريكي بالبيع المحتمل لنظام هايمارس إلى بولندا، وذلك وفقا لإخطار من وزارة الخارجية الأمريكية.
جاء في الإخطار أن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في الناتو، وهو ما يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا. قدمت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية تهنئة لفريق الهلال السعودي بفوزه على فلامينغو البرازيلي وصعوده لنهائي كأس العالم للأندية. كما قدمت الشركة المتحدة التهنئة للشعب السعودي الشقيق وجماهير الكرة العربية بهذا الإنجاز. هذا وكان الهلال السعودي تغلب على فلامينغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف نهائي البطولة. وختاما، يلتقي فريق الأهلي ريال مدريد الإسباني 9 مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية. كان الأهلي تأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة عقب الفوز على أوكلاند سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة قبل أن يعود ويحقق انتصارا صعبا أمام سياتل الأمريكي بهدف سجله محمد مجدي أفشة. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين مع حضراتكم في حديثنا عن القمة المرتقبة ما بين النادي الأهلي المصري والنادي الملكي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية. حقيقة الناس يعني عايز تسمع أكتر عن المباراة واللمسات الأخيرة قبل المباراة وكواليس المباراة. دلوقتي معانا في الاستوديو الناقد الرياضي أستاذ حمدي الحسيني. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم. وامبارح كان في تصريحات لكولر على أنه مهم جدا ان احنا نلعب بشخصية النادي الاهلي وانه نلعب على نقاط القوة ونقاط الضعف. هو ايه نقاط الضعف عند ريال مدريد؟ يمكن نقاط الضعف النهاردة تتمثل في الغيابات، زي ما قلنا حراسة المرمى لا شك انه كورتوا من احسن حراس المرمى في العالم. كان تعليقه على مسألة الغيابات دي، وحضرتك كنت لسه بتتكلم عن الموضوع ده من شوية، ان هم دايما جاهزين ببدائل. طبعا يعني لا شك، والبدائل بتكون على نفس المستوى تقريبا، لكن في بعض اللعيبة اللي بيكون وجودهم حتى بيدي ثقة للباقين، يعني زي كورتوا وزي كريم بنزيما، قائد للفريق وواحد من أعظم حراس المرمى في العالم في الفترة الحالية. فغيابهم أعتقد أنه ممكن يبقى هو ده النقطة السلبية في الفريق. إن شاء الله يعني نتمنى أن لعيبة النادي الأهلي تستغل النقص العددي ده أو غياب العناصر المؤثرة في ريال مدريد، لكن في كل الأحوال لازم النادي الأهلي فعلا يلعب بشخصيته ويبقى مقسم المباراة بشكل جيد. أعتقد أنه تقسيم المباراة ده، ودي طبعا مهمة مارسيل كولر، هو اللي ممكن يوصلنا للي حصل في مباراة سياتل مع فارق طبعا المستوى. صحيح. ما بين الفريقين. طيب سياتل غير ريال مدريد خالص. في سياتل لو هنقارن مع فارق المستوى، طبعا زي ما حضرتك قلت يمكن شفنا الهدف بيجي في اللحظات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة تحديدا. هل هنشوف نفس الأداء الخاص باللعب في مباراة ريال مدريد تحديدا، وهيفضل مثلا الأهلي يدافع حتى الدقيقة 65 وبعد كده يبتدي هجوم، ولا حسب متغيرات المباراة أو المفاجآت اللي ممكن تحدث في المباراة؟ بكل تأكيد حسب مجريات المباراة، لكن أعتقد أنه هو هيقسم المباراة بنفس الاستراتيجية كده، أن هو يطول الوقت اللي ما يدخلش فيه أهداف. ودي نقطة مهمة جدا، أن النادي الأهلي ما يستقبلش أهداف مبكرة، دي ممكن تغير الحسابات وممكن تغير الاستراتيجية بتاعت مارسيل كولر تماما. لو الشوط الأول بالتحديد خلص بنتيجة 0-0، أعتقد أنه أداء النادي الأهلي في الشوط الثاني هيبقى مختلف تماما. لكن في كل الأحوال أنا أتوقع أنه هو هيسيب الاستحواذ لريال مدريد ويستوعبه في البداية، وهيبقى مأمن دفاعاته جدا جدا. هو دايما مارسيل كولر بيلعب بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم. لكن مهم قوي أن لعبة النادي الأهلي ما تكونش عندها الرهبة ولا الخوف، لأن أنا أتذكر مباراة بايرن ميونخ قبل كده، لعبة الأهلي كانت نازلة خايفة قوي. طبعا بايرن ميونخ ساعتها كان في حالة هائلة جدا جدا، فلعبة الأهلي ما كانتش بتقدر حتى تبني الهجمة بمجرد أنها تاخد الكرة. غالب برشلونة كمان بسرعة كان رقم بسرعة جدا. كان وقتها كمان بايرن ميونخ كان غالب برشلونة برقم كمان، يعني 8-2 بالظبط. بايرن ميونخ كان في أحسن حالاته في الفترة دي، فلعبة النادي الأهلي لا شك كان عندها رهبة كبيرة. الرهبة دي خلتهم تقريبا 90 دقيقة رد فعل. صحيح.
صحيح. يمكن في بعض لمحات بسيطة قوي من الماتش لأنهم بيوصلوا للجول وبيهاجموا بس على استحياء، لكن النهاردة أعتقد الاستراتيجية هتبقى مختلفة، ولعبة النادي الأهلي عندها ثقة في نفسها كبيرة. الثقة والنزول للاستمتاع بالمباراة هم دول اللي هيخلوا الأهلي إن شاء الله يعمل مباراة كبيرة بإذن الله. دايما الجماهير بيبقى عندها رهان على لاعب ما، ويمكن شفنا مفاجآت، شفنا قفشة الماتش اللي فات وقبله شريف الحريف وأداء يعني كبير وعودة للتهديف بشكل كبير. النهاردة حضرتك عندك رؤية ما في مين اللاعب اللي ممكن يحدث الفارق النهاردة في المباراة، يكون أداؤه مختلف، يكون أداؤه فيه مفاجأة لجماهير النادي الأهلي؟ أنا أظن أنه الناحية الفردية والمهارية عند أحمد عبد القادر ممكن تخليه النهاردة يعمل حاجة تصنع فارق للنادي الأهلي. لعيب عنده إمكانيات فردية ما حدش يختلف عليها أبدا. قبل كده كان المدربين بيعيبوا عليه الأنانية الزائدة شوية، لكن جه مارسيل كولر علشان يطور من أدائه ومن ثقته في نفسه. الراجل في بعض المؤتمرات الصحفية قال لما يكون عندي لعيب زي ده أنا اللي بقول له راوغ لما تكون واحد على واحد في موقف واحد على واحد، وقال انه احمد عبد القادر واحد من اللعيبه اللي ممكن تصنع لنا الفرق، علشان كده انا بديله حريه المراوغه وان هو يستخدم مهاراته الفرديه. لعيب زي ما بيقولوا كده الكره في رجله ليها تمن. بالظبط. اعتقد ان هو ممكن يبقى ليه دور مهم قوي النهارده مع دفاعات ريال مدريد في الهجمات اللي ممكن قوي تبقى قليله، خصوصا في الشوط الاول لما الكره بتروح لاحمد عبد القادر بيقدر يشكل بيها خطوره كبيره. كمان حمدي فتحي لاعب عنده ادوار مهمه قوي في خطه مارسيل كولر من بدايه الموسم، بيديله ادوار هجوميه ربما ما تظهرش في الشوط الاول، لكن بيكمل ورا المهاجمين بشكل مميز جدا. دول اتنين لعيبه انا شايف ان هم ممكن يصنعوا الفارق، اضافه طبعا الى محمود عبد المنعم كهربا اللي لما بينزل وبياخد جزء من اي مباراه الحقيقه عنده خفه ومرونه ورشاقه بيبانوا بشكل كبير جدا. نعم. مين اللعيبه في ريال مدريد اللي لابد للاهلي اللي هو يعني يخشاهم او يركز معاهم في هذه المباراه تحديدا؟ طبعا احنا زي ما بنقول هم عندهم كتيبه من النجوم الكبار، لكن يعني انا في اعتقادي ان هو فينيسيوس جونيور الجناح الايسر الخطير، واحد من اهم الاجنحه في العالم دلوقتي. صحيح. ده يعتبر اكبر مصدر للخطوره، ووجود لاعب بخبرة لوكا مودريتش لا شك أنه هو رغم طبعا كبر السن، لكن كلنا شفنا في كاس العالم بيؤدي أداء مهاري. زي صحيح. ما شاء الله اللي عندهم يعني 25 سنة ولا 26 سنة، لعيب محافظ على نفسه قوي. فبرضه ده من العناصر اللي لابد أنه أليو ديانج وحمدي فتحي بالتحديد هيتناوبوا رقابته، هيتناوبوا على رقابته يعني. فأعتقد أنه كمان موجود ناتشو، موجود ديفيد ألابا، موجود رودريجير. الحقيقه هم عندهم لعيبه كتير قوي، عندهم لعيبه كتير مميزين، لكن طبعا لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور واسينسيو طبعا. اعتقد الثلاثي ده هو الاخطر والاهم في ريال مدريد. في مكاسب كبيره للمباراه النهارده، يعني لما لعيبه الاهلي تلعب جنب لعيبه ريال مدريد وحضرتك بتتكلم كده وبتعدد اللعيبه دي مكاسب كبيره وحدث عالمي فريد الحقيقه يعني بيضعنا فيه النادي الاهلي النهارده. بلا شك مجرد اللعب مع ريال مدريد ده قيمه مضافه للنادي الاهلي، مش بس ان هو بيلعب في كاس العالم للانديه، لا ده بيواجه نادي القرن الاوروبي، والاقتراب من الانديه دي واللعب معاها زي ما قلت لحضرتك ليه ثمن وليه قيمه تسويقيه كبيره جدا جدا. علشان نلعب مباراه وديه مع بايرن ميونخ او مع برشلونه او مع ريال مدريد او مع مانشستر سيتي هندفع فلوس كتير قوي، لا ده احنا بنلعب مباريات رسميه معاهم العالم كله بيتابعها، فلا شك ان ده بيعلي من قيمه النادي الاهلي طبعا. انت كمان بتاخد فلوس. صحيح. يعني كل مباراه في كاس العالم للانديه على الاقل قيمتها لو انت كسبتها بتزودك حوالي نص مليون دولار. النادي الاهلي دلوقتي في جيبه تقريبا كده 1.5 مليون دولار، ان شاء الله يزيدوا، ونتمنى ان هم يوصلوا ل 5 مليون دولار المركز الاول، نتمنى ان شاء الله. اعتقد كمان انه اللي بيزود صعوبه المباراه النهارده انه انشيلوتي ما عندوش بديل عن بطوله كاس العالم للانديه وبطوله دوري الابطال الاوروبي والتشامبيونز ليج طبعا، لانه بعد التراجع امام برشلونه الموضوع صعب، فتركيزهم طبعا كمان النهارده على يعني حسم المباراه بالتاكيد يعني تركيز كبير يعني. طبعا هيتعامل مع المباراه بمنتهى الجديه، وزي ما قلت لحضرتك 72 ساعه من الاربع للسبت، السبت طبعا هيكون النهائي ان شاء الله ومباراه الثالث والرابع، في 72 ساعه ممكن ياخد بطوله، وبطوله كبيره وعالميه وجوائزها الماديه كبيره قوي وهتتحسب له تاريخا يعني في التاريخ. فاعتقد انه تركيزه هيكون كبير قوي. صحيح. البطوله دي ممكن تبقى بالنسبه لجمهور واداره نادي ريال مدريد
يعني بتخليهم يصبروا شوية على الفريق ونتائجه المتراجعة في الدوري. فطبعا التعامل مع المباراة النهاردة هيكون بمنتهى الجدية. هي مباراة بمثابة قيمة مضافة لكلا الفريقين، يعني سواء كان ريال مدريد أو النادي الأهلي، لكن هل ده ممكن يحدث أو يحدث نوع من أنواع الخوف أو التوتر إلى حد ما عند لعيبة الأهلي تحديدا في الدقائق الأولى، يمكن في عودة كده لذكريات مع اللعيبة اللي كانوا موجودين في مباراة 2001، قالوا أن يمكن أول 10 دقائق كان عندهم حالة من حالات الرهبة والخوف، بعد كده فتحت المباراة وانطلقوا، هل ده ممكن يحدث في هذه المباراة؟ وارد لو لعبت النادي الأهلي اللي بيشاركوا يعني اول مره يشاركوا في كاس العالم للانديه، لكن ما شاء الله كل اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم في التشكيل تقريبا الاساسي اللي هيلعب كلهم شاركوا في بطولات عالم قبل كده، كاس عالم للانديه، وفي منهم اللي شاركوا في كاس العالم للمنتخبات، منهم طبعا محمد الشناوي، ولاعيبه كتير شاركوا في كاس العالم في روسيا صحيح. 2018، وبالتالي المشاركه في محافل عالميه وفي بطولات كبيره زي دي وامام منافسين كبار لعيبه النادي الاهلي اتعودت عليه، اعتقد ان الرهبه دي مش هتكون موجوده. بعض اللاعبين اللي لسه منضمين في يناير زي مروان عطيه مثلا اللي بياخد بعض الاجزاء من المباريات اعتقد مش هيكون في التشكيل الاساسي، ممكن لو نزل وخد جزء من المباراه هيكون خلاص الرؤيه ظهرت والرهبه زالت، فاعتقد انه نازل عايز يعمل حاجه بالظبط كده. العناصر الاساسيه اللي موجوده عند النادي الاهلي لا كلهم عندهم خبرات كبيره قوي وشاركوا قبل كده في كاس العالم للانديه ولعبوا امام منافسين كبار، وكمان معاهم مدرب مديلهم ثقه كبيره في نفسه وقائد كمان الشناوي صراحه امبارح يعني وكلامه في المؤتمر الصحفي، والحقيقه انه يعني الجماهير بتعشق الشناوي ولما بيتكلم الناس كلها بتسمعه، لعيبه وجماهير يعني الشناوي لحد دلوقتي الحمد لله شباكه نظيفه كلين شيت الحمد لله. ف يعني النهارده شايف ازاي ممكن نقدر ان احنا نحافظ على ده امام ريال مدريد؟ هو بس انا عايز اشيد زي ما حضرتك قلتي بشخصيه الشناوي، عنده سيطرة كبيرة على غرفة ملابس النادي الأهلي، احنا عارفين انه الفرق الكبيرة بيكون فيها نجوم كتير قوي، السيطرة عليها ما بتبقاش من جانب المدير الفني بس ولا مدير الكورة، لا لازم يكون في قائد الفريق داخل الملعب وقائد في غرفة الملابس يقدر يسيطر على اللعيبة ويوجههم كويس. شخصية الشناوي الحقيقة عاملة ده في النادي الأهلي بشكل كبير قوي، وكمان مستواه في الملعب الحقيقة يعني بيؤدي أداء كبير من بداية الموسم، ربما في بعض المباريات النادي الأهلي بيكون فيه كرات خطيرة جدا عليه وكرة واحدة بيشيلها الشناوي بتكون نقطة تحول في المباريات، فأعتقد النهاردة الشناوي أتمنى ما يكونش إن هو رجل المباراة يعني ويبقى فيه هجوم كتير على النادي الأهلي، لكن لا شك إن هو عنده دور كبير قوي النهاردة، وبإذن الله دفاع النادي الأهلي ولاعيبة الارتكاز بتوع خط النص يقللوا من الضغط عليه، ونلاقي إن شاء الله إنه الاستحواذ بتاع ريال مدريد ما بيشكلش خطوره كبيره على النادي الاهلي ان شاء الله. في وقت قصير قوي الحمد لله يعني قدر الاهلي اللي هو يتعافى وقدر اللي هو يحرز يعني انتصارات او يتقدم في مبارياته كافه، واعتقد دي في حد ذاتها بتكون رساله للجماهير اللي دايما بيكون عندهم ثقه في اللعيبه بتوعهم. ايه الرساله اللي ممكن يوجهها النهارده النادي الاهلي لجمهوره من خلال هذه المباراه؟ هو زي ما حضرتك قلت النادي الأهلي في الموسمين اللي فاتوا طبعا فقد لقب الدوري وده لقب عزيز جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، فقد كاس مصر، السنة دي بدأ بداية قوية جدا مع مدرب عنده خبرات كبيرة قوي مارسيل كولر، ما شاء الله 22 مباراة سواء محليا أو إفريقيا بيجتازهم بنجاح، واخد بطولة السوبر على حساب نادي الزمالك، في مباراة الدوري كمان أمام نادي الزمالك فاز 3-0، كل دي ادت ثقه للاعيبه النادي الاهلي وعملت هدوء كبير عن الموسمين اللي فاتوا، في هدوء كبير قوي داخل النادي الاهلي لانه النتائج ماشيه معاهم كويس جدا، فاعتقد انه الاداء النهارده قبل النتيجه لو الاداء مميز وقوي امام ريال مدريد ده هيخلي اللعيبه عندها دفعه كبيره قوي لبقيه الموسم، لسه عندهم استحقاقات وبطولات مهمه جدا جدا، يمكن اقربها هيكون تشامبيونز ليج الافريقي باذن الله، وعندهم منافسين اقوياء الهلال السوداني وسان داونز الجنوب افريقي، فالاداء النهارده وبغض النظر عن النتيجه ممكن يدي دفعه كبيره قوي للنادي الاهلي سواء في دوري ابطال افريقيا او في بطوله الدوري او في كاس مصر طبعا صحيح. اللي وصل فيه للنهائي النهارده، الرساله اللي هيوجهوها للناس ان احنا فريق كبير ومتعودين على المشاركه في كاس العالم للانديه وعندنا طموح كبير جدا، الطموح ده قد يصل بينا ان شاء الله للمباراه النهائيه، فاتمنى انه الرساله دي يوصلوها النهارده في ارض الملعب
وبغض النظر عن النتيجه حتى لو خسروا باذن الله. ان شاء الله يا رب. الحقيقه يمكن يعني مباراه اليوم النادي الاهلي وريال مدريد هو حديث العالم وفخر لينا كمصريين انه هناك نادي مصري يمثل مصر موجود في كاس صحيح. العالم للانديه بيحقق مثل هكذا انجازات زي ما النادي الاهلي وصل. يعني الحقيقه انه كلنا فخر وكلنا حماس في انه نشجع النهارده. لو حضرتك عايز تتكلم عن توقعات في ماتش النهارده، توقعاتك ايه للماتش؟ طبعا التوقعات في مثل هذه المباريات صعبه جدا لانه المنافس ريال مدريد نظريا هو الاقرب للفوز، لكن انا بقول ان شاء الله النادي الاهلي النهارده باذن الله يعمل مفاجاه اذا قدر ان هو يطول النتيجه السلبيه او ان ما يدخلش فيها اهداف. اعتقد ممكن جدا النادي الاهلي يوصل لوقت اضافي وركلات الترجيح ملهاش كبير. يعني وارد صحيح. جدا النادي الاهلي يكسب بركلات الترجيح، واتمنى ده ان شاء الله باذن الله نشوف يعني الاهلي في المباراه النهائيه. حضرتك قلت يمكن نظريا ريال مدريد هو الاقرب للفوز، ولكن لغه كره القدم لا تعرف الثوابت، ويمكن شفنا ده في كاس العالم 2022 عندما تاهلت المغرب تحديدا، وشفنا ايضا السعوديه، وان شاء الله يعني ربما او ان شاء الله نشوف الاهلي النهارده. فعلى اي حال طبعا بنتمنى كلنا التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا، وبينتظرها كل عشاق كره القدم المصريه، لان يمكن هذه المباراه هي وحدت كل الجماهير علشان خاطر كلنا يعني نقف ورا النادي الاهلي اللي بيمثل مصر في هذه البطوله تحديدا. بنشكر حضرتك الاستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا لحضرتك على وجودك معنا، وكل التمنيات للاهلي المصري النهارده بالاداء المشرف والاداء القوي امام فريق ريال مدريد الاسباني في كاس العالم للانديه. مباراه النهارده ان شاء الله الساعه 9، كلنا نشجع فرقتنا ويبقى يعني كلنا حماس، وان شاء الله نشوف اداء مشرف يليق باسم مصر النهارده في كاس العالم للانديه. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلام. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه مستمرين في فقرتنا. مبادرة أخرى، هذه المبادرة تخص علاج الإدمان، لأن فيه اهتمام كبير أيضا من الدولة كبير في هذا الشأن تحديدا، وعلاج المدمنين للتعافي وكونهم يكونوا يعني أفراد صالحين في المجتمع وعادة دمجهم مرة أخرى. لأن امبارح تم الإعلان عن أنه هيتم تقديم خدمات علاجية لأكثر من 14,000 مريض خلال يناير اللي فات، منهم 3,131 من أبناء المناطق العشوائية بديلة العشوائيات، أو المناطق المطورة عفوا بديلة العشوائيات. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الخدمات دي من الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير. خير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم. ولو تقول لنا يعني أهم الخدمات العلاجية اللي بيتم تقديمها من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وإزاي بيتم التعامل مع الحالات اللي بيتم الإبلاغ عنها؟ خليني أوضح لحضراتكم، إحنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق. نعم. إحنا الحقيقة إن الخدمات العلاجية اللي إحنا بنقدمها من خلال الخط الساخن اللي هو 16023، الخدمات العلاجية الحقيقة دي بتتنوع ما بين يعني خدمات المشورة، العلاج، التأهيل، الدمج المجتمعي، كلها طبعًا ليه بتصب في مصلحة مرضى الإدمان، لأن زي ما أنتم حضراتكم عارفين إحنا الحقيقة يعني يمكن مصر بتتميز من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق ان احنا بنعالج وفقا للمعايير الدولية. العلاج عندنا الحقيقة ما بيقتصرش على بس سحب المخدر فقط، ولكن عندنا تأهيل اجتماعي نفسي، حتى كمان عندنا تمكين اقتصادي اللي احنا بنعلم المتعافين حرف يحتاجها سوق العمل. نعم. وده طبعا في اطار اعادة دمجهم في المجتمع. مش بس كده، كمان احنا اطلقنا مبادرة اسمها مبادرة بداية جديدة، والحقيقة هذه المبادرة بتتميز ان احنا بنتيح طبعا تمويل قروض للمتعافين لانشاء مشروعات صغيره، وده بالتعاون مع بنك مصر للتبايع. ويمكن الحقيقه في الاجتماع الاخير يمكن معالي الوزيره وجهت بتكثيف واستمرار طبعا تمويل مشروعات للمتعافين. فطبعا احنا بالنسبه اللي بيتم التعامل مع حالات المرضى، احنا من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023، اي مريض عنده مشكله مع تعاطي المواد المخدره بمجرد ما بيتصل بالخط الساخن
في متخصصين بيردوا عليه وبيستفسروا منه عن بعض الحالات، واحنا بنأكد ان العلاج بيكون في سريه تامه، بمعنى ان احنا حتى ما بنطلبش بيانات شخصيه من المريض، ولكن كل اللي بنطلبه منه هو عباره عن ايه ماده التعاطي اللي هو الماده المخدره، فتره التعاطي المحافظه المقيم فيها، بحيث ان احنا بنحوله لاقرب مركز علاجي متخصص لتقديم الخدمات العلاجيه. احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، والحقيقة حصل تطور كبير في البنية التحتية وإنشاء مراكز علاجية جديدة. احنا في 2014 كنا 12 مركز علاجي فقط وفي 7 محافظات، والحقيقة مع الحملات التوعوية اللي احنا أطلقناها، وكان يعني النجم العالمي محمد صلاح الحقيقة اللي هو سفيرنا لدى الصندوق، الحملات دي زودت الإقبال على الخط الساخن للخدمات العلاجية 4 أضعاف، يعني 400%. فبالتالي يعني احنا عندنا إحصائية بالزيادة اللي حصلت بشكل كبير دي، وعندنا إحصائية هي في أي المحافظات كان هناك راغبين في التواصل معاكم للعلاج، عندنا إحصائية بده علشان كمان نقدر ان احنا نقدم الخدمة دي للمحافظات الأكثر احتياجا ليها. بالفعل احنا زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا 28 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة حتى الآن. احنا العام ده كمان مش بس كده، احنا بنستهدف كمان انشاء 5 مراكز علاجية جديدة، هيبقى منهم مركزين في قرى حياة كريمة، واحنا الهدفنا ان يبقى في تعميم يعني كافة الخدمات العلاجية على مستوى كافة المحافظات، والحقيقة في اهتمام كبير من القيادة السياسية. مش بس كده كمان احنا عندنا مركز جاري لإعداد الافتتاح، والمركز ده هيبقى في إمبابة، والمركز ده الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إن هيبقى فيه قسم خاص لتقديم العلاج لمرضى الإدمان من ذوي الهمم، ويمكن ده أول مركز زي ما أشرت لحضرتك على مستوى الشرق الأوسط. كمان إن هيبقى فيه أقسام متخصصة لعلاج الفتيات وعلاج الشباب، حتى كمان قسم للمراهقين، بجانب إن هيبقى فيه ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل. وده الحقيقة هذا المركز تم إنشاؤه بسواعد المتعافين، كل الأساس اللي معمول فيه بسواعد المتعافين، ويمكن دي مبادرة الحقيقة احنا أطلقناها من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اسمها مبادرة بإيدينا. لأول مرة في العالم يتم إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان بسواعد المتعافين. كل المراكز العلاجية اللي احنا بنستهدف افتتاحها هذا العام إن شاء الله، كل الأساس اللي فيها معمول بسواعد المتعافين من الإدمان. وده الحقيقة ضمن برنامج، ويمكن هذا البرنامج هو الأوحد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إن احنا عندنا من ضمن البرنامج العلاجي العلاج بالعمل، بمعنى إن خلال فترة إقامة مريض الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيتم تدريبه على حرف يحتاجها سوق العمل، وده الحقيقة في إطار إعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى. نعم، في الحقيقة يعني يا أستاذ مدحت احنا بنتكلم على دور تكاملي، يعني سواء كان بداية من دور حضراتكم في يعني إعادة تعافي هؤلاء المصابين أو هؤلاء المدمنين تحديدا، أو دور أيضا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منع هذه السموم من الدخول للبلد، ومؤخرا دور المتعافي في النهوض يعني أو علاج الآخرين تحديدا. ازاي بيتم بقى المتابعة والمشاورة مع المتصلين اقناعهم بفكره لو في حالات بتستلزم وجود او دخولهم مستشفيات؟ يعني خليني اقول لحضرتك احنا من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها من خلال صندوق مكافحه علاج الادمان المشوره. احنا كمان بنقدم للاسر كمان المشوره، حتى ان الاسره لو لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدره ومش عارفه او شاكه، بمجرد ما بتتصل بالخط الساخن بيرد عليها متخصص وبيقول لها ايه ابرز العلامات اللي ممكن يكون الابن لا قدر الله بيتعاطى والاسره مش عارفه، زي مثلا تدهور في التحصيل الدراسي، زي مثلا ايه وجود حالات سرقه في المنزل، وجود تغيير في سمات وشخصيه الابن داخل الاسره، كلها علامات الحقيقه بتشير ودلالات بتقول ان الابن بيتعاطى. والحقيقه احنا خلال يعني من البيانات للمتقدمين من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه علاج الادمان، وجدنا ان في نسبه كبيره من المتقدمين للعلاج للاسف هم بيبقوا مقيمين مع الاسره، والاسره ما بتكتشفش ذلك ان ابنهم بيتعاطى الا بعد الوقوع في دائره الادمان. فعشان كده حتى في الحملات التوعويه والانشطه اللي احنا بنوعي شبابنا باضرار تعاطي المخدرات، بنستهدف توعيه الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي ان لو الاسره عندها لا قدر الله ابني بيتعاطى مواد مخدره تعرف من ابرز العلامات الداله، وكمان كيفيه التواصل مع الخط الساخن. احنا مش بس كده، يمكن احنا خلال فتره معرض الكتاب احنا متواجدين برضو لتوعيه شبابنا داخل المعرض
والأسر بأضرار وتعاطي المواد المخدرة، بنستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن كون المخدرات بتساعد على تنشيط الذاكرة، يعني بتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى الشباب. بنحاول نصحح المفاهيم المغلوطة وزيادة حاجز الرفض لديهم عن أضرار وتعاطي المواد المخدرة. حتى كمان الحقيقة يمكن معالي الوزيرة الدكتورة نبيل القباج خلال الأسابيع الماضية أطلقت الحقيقة برنامج الوقاية من المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واللي هنبدأ الحقيقة أن ينفذه يعني مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والهدف من ذلك هو توعية طبعا ولادنا وطلابنا في المدارس الإعدادي والثانوي بأضرار تعاطي المواد المخدرة. والحقيقة هذا البرنامج هيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال كمان مكون توعوي وفيديوهات توعوية نقدر نخلي الطلاب تشارك في هذه يعني الأنشطة، بحيث نزود حاجز الرفض لديهم عن فكرة صحيح أضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة. طيب أستاذ مدحت، وحضرتك بتتكلم عن الوعي وإزاي الأهالي يكونوا واعيين لاكتشاف الحالات مبكرا، لأنه ده طبعا بيساعد في العلاج بسرعة يعني لأي حالة إدمان. هل الأعراض بتختلف من نوع مخدر لآخر؟ يعني هل رصدتوا أنه هناك شكوى ما من الأهالي مع اختلاف نوع المخدر؟ بالفعل طبعا كل طبعا يعني نوع من المخدر بيبقى له اعراض يعني مختلفه، ويمكن الاشد في الاعراض طبعا المخدرات التخلقيه، ويمكن في الفتره الاخيره لاحظنا بعض الحقيقه الجرائم المرتبطه ب يعني تعاطي المواد المخدره خاصه المواد التخلقيه زي الشاب وزي البود والاستروكس. والحقيقه هذه المخدرات طبعا يعني كمان في ارتباط وثيق ما بين متعاطي المواد التخلقيه من المواد المخدره التخلقيه وما بين يعني الميول الى العنف وارتكاب الجرائم. ويمكن الفتره الاخيره شهدنا بعض الحوادث زي حادثه الاسماعيليه وغيرها، فعشان كده الحقيقه احنا كمان بنستهدف في يعني حملات التوعيه كمان بالتركيز على صحيح يعني الاضرار الناتجه عن المخدرات التخلقيه صحيح، سواء طبعا في توعيه شبابنا، سواء الحقيقه توعيه الفئات المختلفه من العماله في بعض المصانع. بنستهدف طبعا ان احنا بنبقى متواجدين زي ما اشرت لحضرتك داخل معرض الكتاب، خلال فتره الصيف بنتواجد من خلال المتطوعين بتوعنا، لان احنا عندنا يعني حوالي 32 ألف متطوع من الشباب والفتيات. الحقيقة دول ضمن رابطة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي بينفذوا كافة البرامج التوعوية للفئات المختلفة، سواء طبعا في المدارس حتى في الجامعات. احنا أنشأنا العديد من بيوت التطوع، ودي بمثابة مقرات دائمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. هدف هذه يعني بيوت التطوع ان بيتم تنفيذ يعني أنشطة توعوية مختلفة، والحقيقة بتتماشى مع المراحل العمريه المختلفه. في حياة يعني الامر يعني ده دور مهم جدا، وفكره وجودكم في الاماكن يعني هذه الاماكن المكتظه بالسكان يعني دي حاجه في غايه الاهميه، لان دائما يعني بتكون الوقايه خير من العلاج. فمهم جدا ان انتوا يعني تعرفوا الناس بخطوره المخدرات علشان يكون عندهم نوع من انواع الوقايه حتى لا يندرجوا او ينزلقوا في نفق العلاج. بنشكر حضرتك على اي حال المستشار مدحت وهبه، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. طيب هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن مبادرة أخرى، وهي مبادرة صوتك مسموع، ودي مبادرة خاصة بتلقي الشكاوى من الناس من كل المحافظات. والحقيقة أنه هذه المبادرة نجحت في أنها تحل أكثر من 102 ألف شكوى بنسبة 97.2%. دلوقتي معانا على التليفون دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. اهلا بحضرتك يا دكتور، ومبادره صوتك مسموع والنجاح اللي حققته، احنا بنتكلم في تقريبا استجابه ل 102 الف شكوى. اهلا استاذ هدير، صباح الخير على حضرتك واستاذ احمد وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. فندم، هو بالفعل يعني منذ تدشين المبادره في 22 اكتوبر 2018، المبادره دي كانت قايمه على محورين رئيسيين يا فندم: محور اداره محليه بتستجيب لشكوى المواطن، والمحور الثاني إدارة محلية بتشرك المواطن في كافة موضوعات إدارة الحكم المحلي، كذلك التنمية المحلية. احنا طبعا لما نيجي نتكلم ونلاقي ان احنا جالنا حوالي ما يزيد عن 596,521 رسالة حتى نهاية شهر يناير الماضي، هنلاقي انه هذه الرسائل تضمنت حوالي 105,000 شكوى
وتم حل تقريبا 102-540 ألف شكوى. ده معناه أنه طبعا نسبة الحل حوالي 97.2%. فلما نلاقي الرسائل اللي جات لنا فقط في يناير 17300 رسالة تضمنت حوالي 2286 شكوى، اترد على 1853 شكوى بنسبة تقريبا 81.7%، وجري حل 344 الشكوى المتبقية. لكن لما نيجي بقى نشوف تصنيفات الشكاوى داخل ال 1853 شكوى دول، هنلاقي طبعا تحتل المرتبة الأولى حوالي الإشغالات طبعا اللي هي حوالي 1701 شكوى، يليها القمامة حوالي 936 شكوى، يليها مخالفات البناء حوالي 148 شكوى. طبعا التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بالبناء دي كانت حوالي 69 شكوى، ودي تراجعت بشكل كبير جدا عشان تفعيل منظومة التغيرات المكانية والمكافحة والحد في المهد من أي مخالفات. نيجي بقى بعد كده لتعريفة مخالفة تعريفة الركوب والأسعار حوالي 27 شكوى. نيجي في المرتبة الأخيرة شكاوى مكافحة الفساد 11 شكوى. لكن كل هذه الشكاوى فندم لما نيجي نبص على آليات تلقي هذه الشكاوى وأكثر الآليات استخداما من جانب أهلنا في المحافظات المصرية، هنلاقي طبعا الواتساب بتتصدر المشهد بحوالي 12990 رسالة تضمنت 1936 شكوى، تم حل 1585 شكوى منها، هنا حوالي نسبة الحل 81% وجاري حل الباقي. يليها صفحتنا على الفيسبوك واللي بيتابعها ما يزيد عن 82,000 متابع، وتلقت حوالي 4060 رسالة منها 350 شكوى، اتحل 232 شكوى منها بنسبة 76.1% يعني، وجاري حل 73 شكوى. يليها بقى طبعا الايميل ادرس، وخاصة لو كان في وده جالنا 45 شكوى. ده دايما بتستخدم الوسيله دي للشكاوى اللي فيها مستندات ورقيه بترفع اسكان ليها كتير، وبالتالي حلينا من 45-36 شكوى بنسبه 81% وجري حل 9 شكاوى الباقيه. طبعا عندنا الخط الساخن اللي هو 15-330، وده بيجي لنا عليه استفسارات حوالي 570 استفسار. وطبعا لما نلاقي طيب دكتور خالد، خلينا نتكلم تحديدا، يعني حضرتك ذكرت رقم الخط الساخن، يعني وبحييك طبعا على هذا الكم الهائل من المعلومات اللي يمكن حضرتك قلته لنا او دمجته في وقت قليل جدا، لكن عاوزين نعرف من حضرتك فيما يخص تقرير شهر يناير 2023، استقبلتم كام شكوى وايه ابرز الشكاوى اللي تم العمل على حلها، او ايه الشكوى الدارجه؟ هل كان في قاسم مشترك ما بين الشكاوى المتعدده من المحافظات المختلفه؟ يعني خليني اقول لحضرتك فعلا زي ما قلت في كلامي انه بالفعل الشكاوى اللي جات لنا في شهر يناير على بصوره اكثر تحديدا 1853 شكوى، اتحل 2286 شكوى، اتحل منهم 1853 بنسبه 81.1%. طبعا لما نلاقي ابرز الشكاوى كانت في الاشغالات اللي هي الاشغالات الخاصه بالطريق وغيرها، دي كانت 1701 شكوى، ويليها طبعا القمامة اللي كانت بتتصدر في الأول المشهد وتراجعت في هذا الشهر للمستوى الثاني، ودي حوالي 936 شكوى. والشكاوى الخاصة بمخالفات البناء كانت 148 شكوى، ثم التعديات 69، ثم مكافحة تعريفة التغير في تعريفة الركوب والأسعار دي 27 شكوى، ومكافحة الفساد 11 شكوى. فطبعا يعني خليني أقول لحضرتك أنه أكثر المحافظات اللي بتيجي منها شكاوى كذلك أكثر المحافظات اللي سرعة استجابة بتيجي القاهرة في المرتبة الأولى، يليها الأسكندرية، يليها القليوبية، يليها بعد كده الدقهلية، يليها الشرقية، ثم تأتي بقية المحافظات المصرية في سرعة الاستجابة. صحيح. وخليني كمان أقول أنه إحنا عندنا غرفة عمليات لصوتك مسموع تحت سمع وبصر السيد الوزير، وعندنا 27 غرفة عمليات لصوتك مسموع في 27 محافظة مصرية بيرقصها بشكل مباشر السيد السكرتير العام للمحافظة، وبالتالي هناك تواصل يعني سريع
بيننا وبين الغرف سواء الغرفة المركزية أو الغرف الفرعية على مستوى المحافظات لحل هذه الشكاوى. ويمكن يا دكتور الفارق في مبادرة صوتك مسموع هي مسألة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء ومنها التواصل المستمر مع الناس لتحقيق أداء أفضل في مسألة حل كل الشكاوى اللي بتصدر عن صحيح. المحافظات. احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. يمكن مبادرة من المبادرات الهامة اللي بتخلي المواطن كمان ليه دور فاعل، فكرة اللي هو يكون مراقب للأداء كمان في الشارع، وفكرة اللي هو يتواصل يبقى فيه جسور من التواصل المباشر صحيح. مع الجهات يعني التنفيذية تحديدا. على أي حال يعني كده وصلنا لمحطتنا الأخيرة، محطة الختام في برنامج صباح الخير يا مصر. وصلنا لنهاية حلقتنا، كنا معكم على مدار 3 ساعات متواصلة، أنا أحمد عبد الصمد وزميلتي هدير أبو زيد، بشكرك هدير، وأيضا زميلتنا منى الشراوي. إلى اللقاء في حلقة جديدة غدا في نفس الميعاد من 7 صباحا وحتى 10، انتظرونا.